كده الساعة 10:15 هنبدأ على بركة الله يا شباب إن شاء الله في المحاضرة الخامسة Advanced Course in Primavera According to DCMA. دي المحاضرة الخامسة بالنسبة للكورس والمحاضرة الرابعة بالنسبة للمحاضرة آسف الثالثة بالنسبة للكيس ستادي. اتكلمنا يا شباب في محاضرتين اللي فاتوا ازاي لما يكون عندي وان ايتم واحد في البي او كيو نبدا نعمل له بريك داون، ومن خلاله وصلنا للاكسل شيت اللي عملناه مع بعض السيشن اللي فات. تمام، هنبدا نكمل ان شاء الله النهارده، وانا معتمد على الله ان شاء الله ان انا اخلصه النهارده بمشيئه الله، عشان نبقى من اول المحاضره الجايه ان شاء الله ممكن نبدا في ان احنا نعمل له ابلود على بريمافيرا. تمام، انا طبعا حذفت عشان بس نبقى ماشيين مع بعض. انا المره اللي فاتت قبل ما نقفل قلت لكم زون واحد فيز واحد، وبدات ان اعرفكم ان العمليه بسيطه، وعملت لكم ايه فيز اثنين وفيز ثلاثه وفيز اربعه. انا لسه ما زلت ايه، انا كل اللي انا عملته في الاكسل ان انا دليت بس ايه الفيزات اللي انا عملتها، عشان انا نبدا نشتغل هنكمل على فيز واحد، بعد ما نخلصها نبدا نعمل الكوي بتاعنا. تمام، طيب اول حاجه يا شباب هنبدا برضو نضيف ار، او اسف نضيف رو. تمام، وهنسميها ممكن نسميها باسم المشروع بقى عشان هنحتاجها. وهنسميها باسم المشروع. حاجه بنضيفها هي ان نعمل دول ميرج مع بعض كده. يبقى احنا ضفنا الصف ده، وزي ما قلنا مع بعض ناخد بالنا بس من ترتيب الالوان عشان نحتاجها بعدين. احنا ناخده لون اكتر واحد لون كاتم كده يعتبر هو الاساسي. تمام، كلها بس تنسيق الوان مش اكتر. تمام يا شباب، ضفنا احنا الرول الاولاني ده وسميناه باسم المشروع مش اكتر. تمام، طيب احنا وقفنا المره اللي فاتت وعرفنا ازاي عملنا ال دبليو بي اس، عرفنا ازاي نحط الاريا دي، عرفنا ان دي الاريا بالمتر المسطح، عرفنا ان توزيعه الاسعار الريت على المتر المسطح. هنعمل بقى نبدا نكمل بس النهارده هنعمل السمشن عشان نعمل حاجه اسمها تشيك. يعني هنعمل دول ميرج مع بعض كده ونعمل حاجه اسمها تشيك، دي تشيك مش اكتر. انت لو انت بتاكد ان الشغل ما بتعملوش، ولكن افضل اعمله لان مع كتر الشغل ممكن بتخطا، هو تشيك انك شغال صح. تمام، ده يبقى تشيك معانا كده. بنبدا نقول له ان دي سبميشن انتر. تمام، دي نفس القصه ممكن ناخدها بقى كوبي كده، كنترول سي كنترول في، اتاكد ان المعادله مظبوطه. لا المعادله مش مظبوطه، مظبوطه. تمام، كنترول سي كنترول في، مثلا كنترول سي كنترول في كنترول في، ونصلح المعادلات. كنترول في كنترول في كنترول في، تعالوا بقى نظبط المعادلات. دي مظبوطة، المعادلة اللي تحت منها نظبطها، المعادلة اللي تحت منها نظبطها، نسحبها لتحت كده، المعادلة اللي تحت منها برضه نسحبها لتحت، المعادلة دي كده، المعادلة الأخيرة كده. تمام، إيه اللي أنا عملته ده يا شباب؟ أنا عملت بس السمشن،
عملت انا سبمشن بنقول له ان الاجمالي، احنا دلوقتي بنتكلم على البادجت، تقصدي اول رقم هنحتاجه هيكون ظاهر معانا في البي سي. بالمناسبه قبل برضو ما نكمل، جاتني رساله من الزملاء المره اللي فاتت، فبقول لي يا باشمهندس ليه نعمل على الاكسل شيت والكلام ده كله ونتعب نفسنا وممكن نشتغل على البرمافيرا؟ حضرتك اصبر للنهايه وهتعرف ان الاكسل شيت هو سهل جدا واسهل من انك بتشتغل بالبرمافيرا بنسبه 70% فعلا، وفي نفس الوقت هو متطلب. يعني انا برضو جهزت لك احد المتطلبات اللي كانت جايه لنا من الاونر، بقول لك ان انت دي طبعا دي كلها الدي سي ام اي، تمام، دي كلها الدي سي ام اي والشروط بتاعت الدي سي ام اي ممكن نشرحها لك معانا اكتر من الشيك ليست. يعني بقول لك مثلا كونستراكشن سكادول تشيك ليست، طبعا كل الحاجات دي خاصه بالدي سي ام اي، حتى لو قريتها من غير شرح هتبقوا فاهمين. من ضمن حاجه انا عاملها لك بالرات كلر اهي، بقول لك ايه من ضمن الحاجات الشروط اللي انت لازم تقدمها مع البرنامج الزامل، تكون عامل باك اب شيت فور اكتيفيتي بريك داون ان ريفرنس تو بي كيو بروفايدر. يعني معنى صح ان ايه، ان البرمافيرا لو عايز تشرح له كل حاجه في البرمافيرا مش هتعرف تشرح له كل حاجه، ولا كل حاجه جت ازاي هتبقى صعب جدا عليه. تمام، مش صعبه، ممكن نعمل انا بالجلوبال تشينج نحطها، ولكن هتزود لود عالي عليك. تمام، ولكن يبقى انت بتقدم باك اب شيت بيكون فيه كل التفاصيل وكل حاجه دي، طبعا للي عايز يشتغل صح، دي الطريقه دي للي عايز يشتغل صح. تمام، نرجع لمرجوعنا ونكمل. احنا عملنا انا اللي عملته، عملت سبمشن، معنى صح ان الدبليو بي اس، كل دبليو بي اس من دي اجمالي الاسعار بتاعها ده، طبعا كل نشاط دي السعر بتاع النشاط. تمام، وعملت اجمالي الاسعار، بمعنى ان ان ان, إن الزون 1 فيز 1 للساور سيستم دي الـ دي الايه دي البادجت التوتال كوست بتاعها اللي هي 7,379,445 ريال. تمام، طيب تعالوا بقى نجمع دي بالنسبه ايه لزون 1، لزون 1 فيز 1 للساور سيستم. تمام، وبالنسبه للبادبل واتر نفس القصه، 3,547,000. تمام، تعالوا بقى نبدا. طب زون واحد فيز واحد كام بقى؟ تمام، انا عايز بقى فيز واحد بالكامل. كل الحكايه هنبدا ايه دي كله انها تشيك وتظبيط شغلي، بمعنى ان انا افتح الاكسل شيت كانه هو البرمافيرا بيتكلم، كانه بيقول لك انا البرمافيرا. لما هنخلص بعد كده هتشوف الاثنين مع بعض، تفتح الاثنين مع بعض كانهم 100%، ولكن ان الاكسل شيت مجرد مور ديتيلز او ورشه العمل اللي انت بتعمل فيها، او بمعنى صح المعمل اللي انت بتعمل فيه كل حاجه، وبعد كده تاخد الحاجات اللي انت عايزها. فلما يسالك الاستشاري او الريفيور ورا منك اللي هو اللي هتكون مثلا انت هتعمل له ريبورت هترفع التقارير بتاعتك له، يبدا يعتمد البرنامج فلازم يراجعه. تمام، طيب بيبدا يسالك طب يا باشمهندس الارقام دي جت منين؟ الارقام دي، فتبدا تفتح له الاكسل شيت وتفهمه السيكونس ماشي ازاي. ما يعني هيستمتع، هيستمتع معاك وهيبدا يبقى فاهم فعلا ان كل حاجه جايه بحسابات. انا دلوقتي عملت كل الحكايه، انا جمعت السبمشن بتاعت الاكتيفيتي على الدبليو بي اس، هنبدا بقى نرفع للدبليو بي اس الرئيسيه. ايه هي الدبليو بي اس الرئيسيه؟ اللي هي زون، كل اللي هنعمله برضو زون، زون واحد فيز واحد. تمام، زون واحد فيز واحد ده هنبدا بقى نبدا ايه نجمع الاسعار بتاعتي. هنقول له دي برضو بتساوي، اوكي بقى نقطه بتساوي دي زائد 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 زائد، نقول له انتر. طيب التشيك بقى بتاعنا يا باشمهندس، التشيك بتاعنا هيكون ايه بقى؟ انا الارقام دي اللي هو 26,964,453 جاي من كل البريك داون الكتير اللي انا عاملها دي، من كل الانشطه دي. طيب في حاجه يا باشمهندس، احنا بنقوله ان 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 سعر المتر كام؟ سعر المتر 190، تمام، اللي هو ده. طيب والمساحه دي يا باشمهندس جايه منين؟ المساحه دي مساحه كل النشاط اللي هو مساحه الموقع، وبالنسبه لسعره في البريك داون اللي احنا مكسرين. تمام، طيب بمعنى ان انا لو ضربت بص يا باشمهندس، انا ضفت كل اللي انا عملته على الاكسل اللي فات، هنبدا بقى الله يعيننا نبدا من تاني، 10 دقائق عدوا كده. ضفت انا رو وكتبت فيها المشروع، تمام، ضفتها وعملت باللون كاتب شويه. تمام، كل اللي انا عملته هنبدا بقى ندلل دي ونشوف بقى ايه مع بعض تاني. لان انا ما اعرفش هو فصل منين بصراحه. طيب بص يا باشمهندس، ما عملتش حاجه، احنا لسه نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. تمام،
ضفت انا صف خالص وسميته بالمشروع وعملته بلون بنفس درجه اللون اللي احنا عاملينها بالكاتب خالص، تمام؟ طيب هنبدا نعمل حاجه اسمها تشيك. هنبدا نعمل حاجه اسمها تشيك، تشيك على الشغل بتاعي عشان ابقى عارف وانا شغال ان الشغل تشيك دي مهم جدا عشان تبقى ما تبقاش شغال وانت في حاجه خطا وانت مش عارف، تمام؟ طيب ايه هو التشيك بتاعي؟ التشيك انا هنبدا نجمع وفي نفس الوقت عشان ابقى عارف برضو ان انا نقلب اكسل شيت كانه بريمافيرا، شكل البريمافيرا نفس الكوست اللي هتطلع على دبليو بي اس هي نفس الكوست اللي طلع على الدبليو بي اس هنا، نفس الكوست البادجت كوست الموجوده على النشاط البادجت كوست الموجوده على النشاط هي نفس البادجت كوست الموجوده على الاكسل شيت، تمام؟ طيب هنعمل ايه بقى احنا؟ كل اللي هنعمله هنبدا نقول سميشن للمعادله دي انتر، ودي بتساوي برضه سميشن هي بطريقه ثانيه، المره اللي فاتت كنا واخدينها كوبي بيست، المره دي هناخدها سميشن، دي بتساوي سميشن انتر سميشن احنا فين بقى؟ طيب ناخد دي بقى ايه؟ سي سي كنترول في صح كنترول في كنترول في كنترول في ونظبط بقى المعادلات نظبط المعادلات هنقفله بقى الايه تمام المعادله دي مظبوطه المعادله دي مظبوطه. بص يا باشمهندس انا اللي عملته دلوقتي دي البادجت كوست بالنسبه للنشاط اللي انا واقف عليها ده اللي هو بالباك جراوند بتاعها وايت كلر دي اللي هي البادجت كوست بالنسبه للنشاط، تمام؟ طيب اللي فوق دي اللي هو مقاري معايا مثلا 7 مليون 379,745 دي البادجت التوتال كوست بالنسبه للشبكه نفسها شبكه الساور سيستم، تمام؟ طيب ودي بالنسبه ال 3 مليون وكسور دي بالنسبه للايه للباتابل واتر اللي هي شبكه الايه؟ شبكه الميه، والمليون و700 دي بالنسبه للاروجيشن والالكتريكال طبعا هتكون عاليه شويه طبعا 10 مليون 785,000 تمام؟ بالنسبه لللايتنج 2 مليون وكسور بالنسبه لل 400 بالنسبه للتليكومينيكيشن 425,000 ودي 567,000 تمام؟ كل الحكايه انا جبت ايه؟ جبت البادجت التوتال كوست بالنسبه للشبكه نفسها، يعني الشبكه نفسها في الزون يا باشمهندس بص معايا انا دلوقتي بنقول ان شبكه الصرف في الزون ده هو زون واحد فيز واحد في المنطقه الصغيره دي في الفيز واحد اللي هي خاصه بزون واحد دي عامله كام؟ عامله 7 مليون 379,000 وشبكه الميه وهكذا. طيب انا عايز نعمل ايه بقى؟ عايز نعرف تكلفه فيز واحد كام بقى؟ عايز نعرف التكلفه الكليه بتاعت فيز واحد دي كام؟ هتمثل لي كام؟ كل اللي هنعمله هنعمل ايه؟ هنجيب سميشن هنقول له دي بتساوي الشبكه دي شبكه الصرف زائد شبكه الميه زائد الكهرباء زائد اللايتنج زائد الاروجيشن تقريبا اللي بعدها زائد التليكومينيكيشن زائد الايه اخر واحده اللي هي الويرنج كورس مظبوطه المعادله كده تمام 1 2 3 4 5 6 7 7 تمام طيب عامله 26 مليون ليه تشيك اللي انا هعمله هنا يا باشمهندس بنقول ايه احنا السعر دي جبناه من ضرب السعر الريت اللي هو ال 2 ريال في المساحه اداني الرقم ده ودي ال 20 ريال واديتني الارقام دي وجمعتها وبناء عليه انا جمعت الرقم دي وبناء على الرقم اللي فوق اللي 26 مليون دي اللي هو اجمالي الشبكات كلها اللي خاصه في فيز واحد تمام عشان بس ما يحصلش غلط في فيز واحد يعني انا في زون واحد اللي هي الفيز واحد في زون واحد طيب انا عايز نعرف بقى تشيك ايه هو التشيك اللي هنعمله انا عندي مش دي المساحه يا باشمهندس بتاعت لو دلتنا دي مش دي المساحه اللي هي 141 ال 141 760 دي المساحه بتاعت ايه؟ دي مساحه
دي مساحه فيز واحد في زون واحد، وكنا واخدين السعر في البي او كيو بكام؟ السعر في البي او كيو كان ب 190، بمعنى ان انا لو ضربت ال 190 اجمالي ال 190 بالكامل، تمام؟ ال 190 يعني بمعنى ان انا لو ضربت ال 141 800 و 918 في 190 المفروض يديني الرقم ده، تمام؟ تعالوا نجرب كده ونشوف لو في خطأ ولا حاجه. دي بتساوي ده في 190 المفروض يديني كام؟ المفروض الرقمين دول. طيب نعمل بقى تشيك، نقول له دي بتساوي ايه؟ بتساوي دي الرقم اللي انا جايبه من البريك داون ناقص ايه؟ ناقص الرقم اللي انا ضربته في ال 190، طلع لي صفر، يعني ما فيش اي حاجه. يبقى اذا يا باشمهندس شغلي انا صح. وممكن كمان تعمل تشيك على كل كمان لو في حصل خطا عندك، بتيجي عامل تشيك ازاي بقى؟ ممكن تيجي عامل كده، تعمل دول كده مع بعض، كنترول سي كنترول في كنترول في، المفروض تطلع ايه؟ كنترول في، يطلع لك اصفار كلها، يطلع لك اصفار يعني الاثنين الرقمين زي بعض بالظبط. كنترول في كنترول في، دي مجرد تشيك يا باشمهندس. لو طلع الرقمين دول مختلفين على بعض، اذا في عندك خطا في التسعيره بتاعت الشبكه، وتبدا تراجعها تاني من الاول عشان ما يحصلش ايه؟ ما يحصلش خطا عندك. انت عشان ايه؟ نقول له ماتش عشان يبقى بس نفس الالوان كده، ايه مجرد شكل ايه. تمام يا باشمهندس، اذا الارقام عندي كلها، اول حاجه عيني على الرقم دي لازم يطلع عندي بصفار، دي اول تشيك نبدا نشيكه. تمام، طيب بعد كده هنعمل ايه يا باشمهندس؟ هنبدا نعمل ندخل حاجه، يا ريت كل الناس يركز معانا. احنا عملنا التشيك اهوت، هنبدا نقول الكوانتيتي بالمتر الطولي. ركز تاني معايا كده، احنا دلوقتي جبنا ايه؟ هنا البادجت التوتال كوست، هنا كده دي البادجت توتال كوست، دي اول رقم هيبدا نخش عندي في البي 6. تمام، طيب وعملنا تشيك وان الارقام بتاعتنا مظبوطه. تمام، لاحظ يا باشمهندس انا شغال على 47 تقريبا نشاط. لو عملنا فلتر هنا ونتاكده، احنا كل شغلي على ال 47 نشاط اللي هم خاصين بزون زون واحد. كام تقريبا؟ 47 ولا 43؟ 43 نشاط، احنا شغالين على 43 نشاط، بنعمل شغلنا كله على ال 43 نشاط، وبعد كده بناخد كاب وبيست، والعمليه بسيطه جدا. في حاجه بقى بسيطه ممكن نعملها، حتى نعملها بالريد كلر عشان ما انساش، دي انا ضفتها، دي كود يا باشمهندس، كود هتحتاجه بعدين. هتعمل ازاي في الكود؟ ممكن انا نضيفه وممكن ما نضيفوش، بس هنخليه في الاخر حسب الوقت. اللي هو ايه؟ انا بنقول له زون واحد فيز واحد ساور سيستم، يعني بمعنى صح لما نيجي واقف على النشاط ده هو في البرمافيرا، وهنحتاجوه هتعرف نيسته بعدين، وبالتعديل بتاعه سهل جدا، يعني احنا هنعمله على ال 43 نشاط، وبعد كده هنبدا نعدله لكل الانشطه، فهيكون سهل جدا في التعديل. فبنقول له ان الزون واحد فيز واحد ساور سيستم، يعني النشاط ده اول ما نقف عليه يبقى واقف على الكود بتاعه ان خاصه بخاص بشبكه الساور سيستم في زون واحد فيز واحد. في بعض الناس هيرد يقول لك طب ما تعملها في الاي دي يا باشمهندس. لا، ما تعملش في الاي دي، لان احنا شغالين على اكسل، تعمل في الاي دي لو انت شغال على البرمافيرا بس. ليه بقى؟ لان لما تيجي تصدر وتعمل ابديت وتعمل الاكسبورت والامبورت، هتتعب جدا وانت بتعدل الاي دي كل مره، وتبدا تحذف الارقام وتعمل تشيك على الارقام دي سابقه الاوانه، فتحطه في النشاط افضل لك، وتعديله في النشاط سهل مش صعب. تمام، نبدا نكمل ايه اللي هنعمله بعد كده. ايه اللي انا هنعمله الكولوم اللي انا هنعمله بعد كده اللي هو الكوانتيتي بالمتر الطولي. ايه هي الكوانتيتي بالمتر الطولي؟ احنا دلوقتي يا باشمهندس جبنا الاسعار بالمتر المسطح. تمام؟ وطيب التنفيذ بقى، ما هي الشبكه هتتنفذ بايه؟ الشبكه هتتنفذ بالمتر الطولي. هتبدا ناس تزهق وتقول لك احنا لسه هنشتغل في متر طولي. لا، هنطمنك الموضوع بسيط مش صعب ان شاء الله. طيب الكوانتيتي على المتر الطولي بمعنى ايه؟ بمعنى انا في زون، انا دلوقتي في فيز واحد، الشغل كله على زون واحد فيز واحد. طيب شبكه الصرف في الزون دي بتعمل كام؟ اكيد لها متر طولي. شبكه الميه كام؟ طيب انت تمديد الكابلات هنا كام؟ طب شبكه الري كام؟ الصوت يا باشمهندس واضح ولا النت فصل تاني لما تظهر الرساله كده؟ الصوت واضح يا باشمهندس. تمام. طيب انا دلوقتي يا شباب هنبدا نعمل ده، ممكن ايه نعمله دي كده كده مع بعض كده عشان ايه؟
بس مجرد بس جدول لهم كده عشان نبقى عارفين. طيب هنبدا يا شباب بقى، نبدا نشتغل على ايه بقى؟ على الكوانتيتي بالمتر تول. زي ما قلت لحضرتك ان انا جبت البادجت التوتال كوست بالمتر المسطح، وليه جبته بالمتر المسطح؟ لان على فكره العقد بتاعك لامب سام، ودي برضو انت كبلانر لو انت شغال، هنتكلم بس نص دقيقه، انا مستعجل عايز اخلص النهارده كل اللي في دماغي وربنا يعيننا اخلصوه. بس ايه، ليه انا جبت السعر بالمتر المسطح والتنفيذ طبعا كده كده لازم يجي بالمتر الطولي؟ طب ليه ما جبتش سعر بالمتر الطولي يا باشمهندس؟ ده فرصه ليك يا باشمهندس ان العقد بتاعك لمب صم. لو كان عقدك لمب صم وبيتكلم على المساحه، اوعى في حياتك تلجا وتمشي ورا الاستشاري وتشتغل بالمتر الطولي. ليه؟ لان المتر الطولي قد يزيد وقد ينقص، في حاجات ممكن تتحذف وممكن تتلغى، ولكن الارض اللي انت واخدها مش هتكش، مش هتطير منها حته. وبالتالي لو انت اشتغلت بالمتر الطولي وانجريت ورا الاستشاري، طبعا الاستشاري انا بكلمك النقطه دي كمقاول، لازم تكون مقاول ذكي. طيب لا، الاستشاري بيدور على الحاجه السهله عليه في الحصر والمحاسبه المستخلصات والكلام ده كله. طيب هو هيتعب شويه، ولكن انت لما تديله اكسل شيت ممكن نستطرق فيه بعد كده الناس ازاي نعمل له بي او كيو تتماشى مع الشغل بتاعه. ليه انا عملت التكلفه بالمتر المسطح؟ لان الارض ما فيش منها حته هتطير، تمام؟ ولكن لو اشتغلت بالمتر الطولي قد شبكه يحصل لها تخفيض، امر وارد جدا ان الشبكه يحصل لها تخفيض، وبالتالي يقول لك انت كنت مقدم بي او كيو، او كنت مقدم جدول زي ما بتقول ان انت مثلا 6 كيلو دلوقتي في 4 كيلو، ما نفذتش غير 4 كيلو، ففي 2 كيلو مش هتاخدهم. اما لو فرصه جات لك وعهدك جالك بالمتر المسطح، اشبط في المتر المسطح واشتغل على المتر المسطح، واوعى تغير قرارك حتى لو المالك، لان دي حقك، لان العقد بتاعك بيقول لك كده. وبناء عليه كده ان احنا عملنا ايه؟ عملنا ان الكوست اشتغلت على المتر المسطح. دي طبعا حركه ذكيه جدا بالنسبه لمهندسين المقاولين، جالك اللمب صام يبقى تشتغل الكوست، اشتغل على المتر المسطح. ليه؟ لان الارض مش هتخسر، الارض مش هنيجي يوم من الايام 3 مليون و800 دول هيجي مثلا نخلوهم مثلا 5 مليون، هم كده كده ال 3 مليون. اما المترو الطولي في 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 زياده، في امر وارد جدا ان يحصل ريدكشن للاكسكيوشن without any اي نتورك، تمام؟ طيب يبقى انا هنبدا نشتغل على التنفيذ بقى، التنفيذ لازم يكون بالمتر الطولي، تمام؟ طيب المتر الطولي انا كلمت، كنت بنتكلم مع الشباب في الموقع، بدوا يحصروا لي الشبكات. قال لك ان شبكه الصرف الصحي، دي جدول وانا تقريبا شيرت لكم بعته لكم قبل كده، قال لي شبكه الصرف الصحي عاملاه 4 كيلو 400 وايه 470، تمام؟ 4470 متر طولي وعامله 4 كيلو 47، يعني تقريبا ايه، نشتغل احنا بالمتر الطولي. كل اللي انا هنعمله ناخد دول كده عشان احنا ممكن نعمل انسيرت كولوم هنا، عشان لما ناخد كوبي وبيست، او ممكن ناخده بيست فاليو، كنترول سي، تمام. هنبدا نحط هنا يا باشمهندس الشبكه بالمتر الطولي اللي هي كام، ناخدها طبعا بيست فاليو عشان تظبط معانا. طيب دي كده شبكة المتر الطولي بالنسبة لشبكة الصرف، تمام. ممكن ناخد بعدها شبكة الايه، فين ناخد شبكة المية بالنسبة. انا دلوقتي خلي بالكم هنا زون 2 ولا زون، لا ده احنا هنا زون 1، المفروض زون 1 ده اخدناها غلط كده، زون 1 تحت يبقى دي ايه كنترول. خلوا دي بقى بالريد كلر كده عشان يبقوا ايه عارفين هل ده نشتغل عليه. كنترول سي، بيست فاليو 3700. ناخد بعديها شبكه الميه، كنترول سي، شبكة المية اللي بعدها بوتابل واتر، أيوة الشبكة اللي بعدها هتكون إيه؟ شبكة الإيروجيشن، أيوة الري،
دي الراي. ايوه كنترول سي. الشبكة اللي بعدها هتكون شبكة الكتريكال سيرفيس، الجهد المتوسط والجهد المنخفض. احنا عندنا سبميشن يبقى هناخد الرقم ده. كنترول سي. طبعا في سؤال هيدور في بعض الناس، وخاصة الناس اللي هم ممارسين في المجال، هيقول لك طيب انت شغال في شبكة خاصة الكيبل انلايتنج بوسس، حضرتك واخدها بالمتر الطولي، المفروض عدد الاعمدة والكلام ده كله. هقول العدد بتاعك لمب سم، ودي الكيس ستادي اللي هنشرحها لك. في الكيس ستادي الثانية هنعرفك ازاي تشتغلها كلمب سم. كابلات الانارة كنترول سي. كده معانا معانا التليكومينيكيشن والويرنج كورس، تقريبا مش موجودين هنا بس احنا كنا هناخدهم من البرنامج الاساسي. احنا عندنا الالكتريكال كيبل لايتنج بيس. التليكومينيكيشن كانت عامله خمسة 35. التليكومينيكيشن بقى عامل كام؟ الويرنج كورس، الويرنج كورس، الويرنج كورس دي الويرنج كورس كنترول سي. تمام. طيب يا باشمهندس، ايه اللي انا عملته يا باشمهندس؟ انا كل اللي عملته جبت المتر الطولي للشبكات. طب جبته ازاي المتر الطولي للشبكات دي؟ جيبه بناء على الحصر اللي المكتب الفني عندك في المشروع او المكتب الفني في الهيد اوفيس. يعني بمعنى صح ان شبكه الصرف في فيز واحد عامله كام متر؟ عامله كذا. شبكه الميه عامله كذا. شبكه الري عامله كذا. الاسفلت طبعا كم كيلو اسفلت مثلا بالمتر، طبعا بناء على العرض الحريق. وفي كلام كتير في الاسفلت هنتناقش عليه لما نيجي نتكلم فيه. طبعا انت شغال ايه هو الاسفلت بالمتر الطولي؟ انا كنا مثبتين، خدنا عرض طريق متوسط، كان عرض طريق متوسط 5 فرد. دي تسهيله للاعمال بالنسبه للاسفلت. طبعا بتقول لي ايه هو متر الطول؟ المفروض الاسفلت بالمتر المسطح يا باشمهندس. احنا فرضنا عرض الطريق، خدنا كانت معظم الطرق اللي موجوده عندنا بتتراوح من 22 و25 و30، فخدنا المتوسط وسيحناها كلها على كام؟ على 25 متر. دي تسهيله للاعمال مش اكتر، ولكن انت ممكن تشتغلها بالمتر المسطح عادي. تمام. طيب هنعمل انا ايه؟ كنترول سي. هنعمل كل اللي هعمله، هنقول له دي كنترول سي كنترول في هنا، ونبقى نخليها باك جراوند برضو بتاعها بالوايت. سي كنترول كنترول زد سي كنترول في كنترول سي. الكل دول نقول له كنترول في كنترول سي على الكل دول، ونقول له كنترول في كنترول سي. اسف، هنا كنترول زد كنترول سي في كنترول سي كنترول في كنترول سي كنترول في. تمام. طيب عشان بس ان مجرد منظر جمالي مش اكتر، لازم نرجع دول للايه، للوايت باك جراوند بتاعهم. نعلم عليهم كده. تمام. طيب حطينا احنا المتر الطولي كده، ايه اللي بعد كده ممكن هنعمله؟ هنعمل بعد كده هنقول له البرودكشن. تمام. هنجيب حاجه اسمها ايه بقى؟ هنجيب حاجه البرودكشن بير يونت. ايه هي البرودكشن بير يونت؟ طبعا دي يا باشمهندس ما تمشيش ورا البرودكشن الستاندر الا اذا كنت ما فيش مدير مشروع ومضطر، لان على فكره الواقع حاجه والاستاندر حاجه تانية، وطبيعه الجو، كل بلد لها طبيعه، وكل استاندر له طبيعه، وكل مشروع اصلا. لذلك انت لما تيجي تتعرف وات از ذا بروجكت بيرل انديفر اندرتيكن تو كرييت يونيك برودكت اند سيرفيس اوريزلت، يعني هو يونيك،
تحدي ذاته، وازاي بتشتغل على الاستاندرد. طب ايه معنى الكلام بالنسبه للناس الجديده في الكلام ده عشان ما ناخدهاش بسرعه الحته دي؟ انا دلوقتي هنعمل البرودكشن بير يونت اللي هي الانتاجيه، بنجيبها منين؟ في طريقتين، في الستاندرد ستاندرد برودكشن، وفي كتب كتير في الستاندرد برودكشن، شركه المقاولين العرب عامله ستاندرد، وفيه الانترناشونال ستاندرد، وفيه في هنا ستاندرد تبع الغرفه التجاريه بالمملكه العربيه السعوديه. طيب انت ينفع تشتغل على الستاندرد؟ ما تشتغلش على الستاندرد الا اذا ما كانش في مدير مشروع ما لقيتش حد تساله في الشركه. ليه؟ لان في حاجه اسمها هيستوريكال انفورميشن فروم بريفيوس بروجكت. انا عندي مفروض كل شركه ولها طبيعه وكل مشروع، لذلك بيقول لك يونيك، المشروع يكون يونيك. وات از بروجكت تمبوري انديفر ان ارتيكن تو كرييت اي يونيك برودكت اند سيرفيس اور ريزلت، هو عباره عن يونيك. لذلك اخد انا البرودكشن منين يا باشمهندس؟ بتاخدها بتقعد مع مدير المشروع حضرتك وتقعد معاه يوم كده كامل، لان الموضوع ده بيكون لود ولازم تدرسه كويس، ومدير المشروع ما بيبقاش مركز معاك طبعا في كذا حاجه معاه، ولكن لازم تلزق معاه لحد ما تاخد البرودكشن دي. طيب ما لقيتش مدير المشروع، الله غالب في الوقت دي، وبالتالي ترجع للستاندر، الستاندر برودكشن ريت، المعدلات الانتاج بقى القياسيه وحسب درجه، ولازم بقى تاقلمها بقى انت واخدها منين اصلا. يعني مثلا انا واخد البرودكشن من مثلا خدت من شركه المقاولين العرب، طب هي كانت عاملاها فين؟ كانت عاملاها في مصر. طب درجه الحراره في مصر هنا كام؟ يبقى تاخد تحط في اعتبارك برضو تقلل شويه، لان درجه الحراره هنا اعلى، وبالتالي الايه الستاندر برودكشن تكون هتقل. طيب اصلا انت لو خدت معدل بالنسبه للمعدات، على سبيل المثال للمعدات، اصلا ده كل معده لها برودكشن، لو هي كانت مثلا كاتل بيرل لها برودكشن، لو كانت عده كوماتسو ولا متسبيشال ولا الكلام ده كله، الانتاج بتاعها بايه؟ طب هي جديده ولا قديمه؟ فدي كله بتاخده من الموقع نفسه، حاله المعدات بتاعتك نفسها. تمام؟ وكذلك حاله العماله وحاله جنسيه العامل نفسها بتختلف، يعني مثلا العامل المصري غير العامل الهندي غير العامل الفلبيني غير كل واحد. بافضل طريقه واسلم طريقه ما تلجاش، انا ما بنلجاش نهائيا للستاندرد. انا بلجا لسببين، انما بتبقاش غير دقيقه. السبب الثاني ان مدير المشروع، انت لما تيجي تراقب تعمل مونيتور اند كنترولنج وتحاسب مدير المشروع، ما انت لازم تحاسبه على الكلام بتاعه، فلازم هو يكون هو اللي حاطط معدلات الانتاج بتاعته، وعارف هو حاطط ايه وبيتكلم عن ايه. لان ممكن نقول لك ايه، انا يا باشمهندس انا محتاج، انت حاطط لي في المعدات بتاعتك 50 حفار وانا محتاج مثلا 100 حفار، تقول له حضرتك انا جايبها منك انت. طب لو قلت له الاستاندر هيقول لك بس مش فاهم الاستاندر ايه، الاستاندر الارضيه صخره عندي، انا عندي ده ارض ده بازلت، ده الطبقه ده الصخريه بازلت، الصخر انا محتاجه تفجير اصلا. وبالتالي ما تلجاش للستاندر الا اذا تقفلت ما لقيتش هيستوريكال انفورميشن فروم بريفيوس بروجكت عندك في الشركه بتاعتك، ترجع للهيستوريكال داتا، المشاريع السابقه بالنسبه للمؤسسات الصغيره طبعا، المشاريع السابقه عندهم اشتغلوا في المنطقه. مثلا على سبيل المثال انا شغال في منطقه مكه المكرمه، الصخور بتاعتها منطقه الطائف، جبال البحر الاحمر بالنسبه لمصر والكلام ده كله، دي الصخر بتاعها عالي جدا. يبقى اذا انت تيجي تسالهم، احنا خدنا مشروع مثلا على سلسله جبال البحر الاحمر، تيجي تسال احنا خدنا قبل كده مشاريع، خدنا مشاريع قبل كده، طيب الصخر هناك اكبره ايه؟ الكلام ده كله. طيب لو في مشروع بقى المشروع بدا يتنفذ او انت منفذ مشروع قريب منه، فدي بتسهل عليك كتير. يبقى لازم تقعد مع مدير المشروع لانه هو اللي هيتحاسب. طيب وبناء على كده انا جبت البرودكشن بير يونت، جبتها من مدير المشروع، قلت له حضرتك معدلاتك في الصخر كام؟ ماشي، قال لي بالمتر الطولي بير داي، ناخدوها برضه عشان ما ننساش نحطها معاني. طيب هنا البرودكشن بير يونت متر الطولي بير داي. تمام حضرتك يا باشمهندس، لو انت هتعمل سيتنج اوت او روت سيرفي، لو انت هتعمل تعالوا ناخدهم كلك مع بعض كده ونتناقشوا فيه. قلت له يا باشمهندس حضرتك انت تقدر تعمل كم متر طولي في اليوم؟ قال لي انا لو عندي السؤال بقى عشان يكمل لازم ناخد دور، ما هي كل حاجه بتيجي وراه، لا لازم ناخد المعادله. قال لك اربعه. تمام، قال لي ممكن انا لو اربع عمال ممكن نعمل 500 متر طول. تمام طيب هنا المعده، قال لي معده واحده، خلي دي 15 لان كانت فعلا 15،
بالنسبة لي لو هو قال لي معايا 4 عمال ممكن نعمل يعملوا لي 500 متر طولي أعمال. أنا بنتكلم يا باشمهندس يكون لك بتابع معايا بس أنا أعمال السيفتي والتجهيزات للموقع. قال لي لو في 4 عمال، ال4 عمال يعملوا لي، كان هو فارض كرو مع نفسه وأنت ممكن حضرتك تفرض كرو وتتغير. قال لي ال4 عمال ممكن يعملوا لي 500 متر طولي في اليوم. طيب بالنسبة للحفرة يا باشمهندس، دي بقى الأحمر دي يا باشمهندس هو نسميه بقى الدرايفنج أو الليد ريسورس، هو اللي هتكون عيننا عليه لأنه هو الأساس. ماشي ليه؟ لان طبيعه الارض صخريه، فكان هو الاساس عندي. تمام؟ طيب فكان كل تركيزي عليه، الباقي كله ما بيأثرش او بيتحط فعلا، ولكن هو دي اللي هيأثر، لان هو فعلا معنى صح هو ايه؟ نصيب الاسد في المعدات، هو اللي هيعمل، هو الميزان، هو اللي هيأثر على البرنامج. تمام؟ طيب جه قال لي انا في المعدات، تيجي تساله حضرتك، قال لي ممكن نعمل ترانش اكسكافيشن اند انسبكشن 15 متر طول. طيب 15 متر طول بناء على ايه يا باشمهندس؟ كان بناء على قطاع الحفر. احنا طبعا حصرنا قطاع الحفر في الصرف، وكان متوسط قطاع الحفر مثلا بيقول لك مش عارف في 2 متر في كذا في كذا، المهم وصلنا الرقم. فهو بتيجي قاعد معاه، يجي هو حاسب سكتش كده عنده، يقول لك قطاع الحفر، كام؟ طبعا انا هتكلم في دول هشرح عشان تبقوا عارفين، وبعد كده كلها تعبيد ارقام سهله يعني. تمام؟ طيب فكان قطاع الحفر في الصرف بمقاس معين انا لا اتذكره حاليا، ولكن وصل لقال لك ان انا نقدر نعمل في الصخر دي ممكن نعمل 15 متر طول، اللي هو ايه بكام معده؟ قال لي المعده الواحده تعمل 15 متر طول. تمام؟ طيب البيدنج الليفلنج قال لك نعمل 150، 150 ايه يا باشمهندس؟ قال لك لو عندي 4 عمال برضه. تمام؟ ممكن نعمل 150. واللي بعده كان برضو نفس القصه، قال لك ممكن نعمل البيدنج الليفلنج، قال ممكن نعمل 150 متر طولي بال4 عمال، طبعا في معدات هنعوزها. تمام؟ طيب بالنسبه برضو للسبلاي انسوليشن والجوينج، قال لك ممكن نعمل 150 متر طولي في اليوم وال4 عمال يعملوا لي برضو نفس القصه. طيب بالنسبه للمناهيل والحاجات دي كلها هنبدا بقى ننجز شويه عشان ايه. بالنسبه للمناهيل قال لك بتجهيز المنهول نفسه وبالمعدات اللي موجوده والكلام ده كله ممكن نعمل 450 متر طول، كانت دي الانتاجيه بتاعته في اليوم. طيب لما تيجي تختبر الشبكه قال لك ماشي خلاص، ما انا شغال على 450 ممكن تختبر 450. طيب بالنسبه للباك فيلنج والكلام ده كله لانه على طبقات، قال لك ممكن نعمل انتاجيه على 150 متر طول. للوصلات المنزليه قال لك ممكن نعمل 450. يبقى اذا الارقام دي انا جبتها منين؟ جبتها من مدير المشروع، دي افضل طريقه تجيبها من مدير المشروع. تمام؟ نفس القصة هناخد نفس الأرقام للشبكات التانية، يبقى إذا إحنا عرفنا الرقم دي بيجي منين؟ بيجي من مدير المشروع. عرفنا الرقم دي بيجي منين؟ بيجي من الحصر. يبقى الكوانتيتي بالمتر الطولي بتيجي من حصر الكميات. أنا عندي الشبكة بتاعتي، عندي الشبكة في زون واحد، من شبكة الصرف بتمثل كم كيلو والكلام ده كله، شبكة المية بتمثل كم متر طولي، وشبكة الإيه الشرب وشبكة الري والكلام وخلافه. تمام؟ طيب بعد كده كانت البرودكشن، البرودكشن بير يونت يا باشمهندس جبناه مع عدتنا مع مدير المشروع، ما لقيتش مدير المشروع يبقى الله غالب في الوقت دي، وبترجع ليه للستاندر، وعندك ستاندر كتير في البرودكشن ريل. جبنا ال 500 وال 15 وال 150، وايه هو الدرايفنج ريسورس؟ انت لازم تبقى عينك وانت شغال على الدرايفنج ريسورس، وهتعرف بعد كده واحنا شغالين في الـ في الـ في, في البروميفيرا، تبقى عيننا مركزه على الدرايفنج ريسورس او هو الليدر اللي بيبدا يتحكم في الديوريشن. فكان عندنا الدرايفنج ريسورس كان هو الاكسكافيشن، النشاط اللي هو كان الدرايفنج اكتيفيتي، كان ترانش اكسكافيشن، اعمال الاكسكافيشن عموما. تعال بقى نخش بعد كده على شبكه الميه. ممكن احنا نعمل بقى فريز هنا، لا مش عايزين نعمل فريز، ممكن نعمل فريز هنا عشان ايه، نعمله فريز هنا. فيو فريز عشان بس نبقى شغالين ايه، ان فريز.
خلوا الفريز هنا، نبقى عارفين الشبكة ونصغر دول. بس كل حاجه تبقى ظاهره معانا، ايه ما نقولش نروح ونيجي كده الشبكه تكون متابعين معانا. طيب هنبدا بعد كده، هناخد شبكه البعض بالوادر اللي هي بالمتر الطولي بير دي، هيقدر ينتج قد ايه بالنسبه لاعمال التامين الامن والسلامه واعمال الحفر. احنا هنا طبعا اعمال الحفر والبيدنج والسبلاي انسوليشن والسيستم والكلام ده كله، يقدر ينتج لنا قد ايه؟ طبعا عرفنا ان احنا بنجيبها ازاي، كان تقريبا الارقام كلها قريبه مع بعضها ما عدا الاختلاف كله كان في الاختلاف كله كان في الحفر. تمام، هو قال لك برضو نفس القصه، نقدر نؤمن نص كيلو في اليوم، وقال لك لا انا هنا نقدر نحفر 25 متر طولي. ليه؟ لان شبكه المايه كانت اقل، هو بناء على المتر الطولي بيتحدد بناء على عمق الحفر والطبيعه والصخر. يعني مثلا عمق الحفر مثلا 2 متر، مثلا العرض 2 متر في الدبس مثلا 6 متر، دي بيختلف عن شبكه المايه مثلا بتكون اقل، مثلا عرض مثلا 70 او 80 او متر. فكان عموما يعني كان طبيعه الموقع في الوقت دي ان احنا وصلنا لمدير المشروع قال لك اننا نقدر ننتج 25 متر ايه طولي في اليوم، وبقيه الارقام كانت زي ايه؟ زي ما اتكلمنا فوق. الاريجيشن سيستم طبعا، اذا الرقم دي كان في مدير مشروع تاني طبعا اتواصلنا معاه، كان عنده تحليل اكتر وادق على فكره، اللي هي الكيس ستادي الثاني هنتكلم فيه، كان دارس الارقام كويسه جدا، فكانت الارقام اكثر منطقيه من دي. يعني انا الارقام دي حتى ما زلت عليها تحفظ من مدير المشروع. الاريجيشن سيستم شبكه الراي نفس القصه، بناخدوها مع بعض كده. كان برضو نفس القصه، قال لك قال تقريبا هو هنا زود طبعا في اعمال البيدنج الليفنج، قال لك 200 متر ووصل ل 500، الاول كان بيقول 450. هنا في السيستم قال لك لا انا ممكن نختبر ايه نص كيلو في اليوم، ووصل هنا ل 28 متر طولي، قال لك ان انا نقدر ننتج. طبعا هنعمل دي بالريد كلر لان زي ما قلت لحضرتك ان هي درايفنج. وصل هنا قال لك 28 متر طولي ممكن ننجزهم في شبكه الراي. بعد كده هنخش على الشبكة بتاع شبكة، احنا كده خلصنا المية والصرف والري، هناخد على ندخل على الالكتريكال سيرفيس. طيب يا شباب، في بس استبيان كان بعته المهندس احمد حسام، الاستبيان دي مهم جدا وخاص بالمجال بتاعك في الاي او تي، لان ان شاء الله هنقدم انا كورس مشيت الله ربنا يعيننا بس ورتب الشغل دي خارج طبعا الكورس، بس حبيت انوه عليه، كنت عاملها بس رساله تذكير في التليفون. الاستبيان دي خاص باللاست بلانر سيستم واللين كونستراكشر، وعايز اقول لك على حاجه، معظم احنا دايما بنلجا للكورسات المدفوعه بفلوس، او بمعنى اصح ان الكورسز الفري، فبنحسش انها ذات اهميه لانها جات لنا ببلاش. عايز اقول لك مش شكرانيه فينا ولا في الناس اللي بتشرح في البيم اربيا، والله الكورسز دي يا باشمهندسين بتتشرب بفلوس على اليودمي ولقمان والكلام ده كله. انا وابحث بقى النقطه الجايه وان شاء الله هقدم فيها كورس، بس ربنا يعيننا ونرتب ظروف العمل وظروف الدراسه عندنا والكلام ده كله، هنقدم حاجه اسمها لين كونستراكشن او اللاست بلانر سيستم. تمام، الاستبيان دي خاص بيه، فرجاء نعبي الاستبيان عشان بناء على استجابه الناس هل هنقدم كورس بالنقطه دي ولا مش هنقدم. لو لقيت الناس مهتمه انترستد، وخاصة طبعا بالاي او تي الاكستنشن اوف تايم، وازاي تعمل اكستنشن اوف تايم، يعني الكيس ستادي بتاعت المهندس دي على فكره، وانا اتنسقت معاه قلت له ان يبعت لنا الماتيريال كليه، الراجل شغال في ماستر في نقطه بحثيه قويه جدا، يمكن تكون النقطه الاولى من نوعها في الوطن العربي، يمكن لو تعد الناس اللي عملت ماستر في النقطه دي ما يتعدوش 10 15 واحد. فهي نقطه حلوه وهنستفاد من الشخص دي، فرجاء نعبي الاستبيان وبناء عليه هنبدا نقدم لكم نقدم لحضراتكم كورس خاص باللاست بلانر سيستم او اللين كونستراكشن بصفه عامه، وبصفه خاصه اللاست بلانر سيستم وازاي نعمل اكستنشن اوف تايم وفقا للكلام ده كله. فلو كان الاهتمام من الناس ان هم
مهتمين بالنقطه دي بناء على الاستبيان او الريفليكشن بتاع الاستبيان اللي هيجينا هنبدا نقدم. ما كانش الناس مش مهتمه خلاص يعني، فدي حق ايه حريه شخصيه لكم. فلو مهتمين حضراتكم عبونا الاستبيان وقول له ان وجهه نظركم في الاستبيان دي. تمام، نرجع لمرجوعنا. احنا دلوقتي بنتكلم على شبكه الكهرباء، خلي دي بالريد كلر لانه درايفنج عندنا. بعد كده نبدا ناخد شبكه اناره الشوارع، ممكن كنا خدناهم مره واحده يعني، بس انا ايه بناخد كل واحده لوحدها عشان نبدا متابعين ونعرف كل حاجه. طيب في اناره الشوارع اتكلم هو على ترانش اكسكافيشن. شوف زادت ازاي، زادت هنا الحفر لان طبعا الحفر قليل جدا فزاد، قال لك نقدر ننتج بس ما زال متمسك طبعا باعمال السيفتي والحاجات دي كلها، قال لك 500 نص كيلو في اليوم، فهو كده كده نشاط مش درايفنج اصلا، فقال لك خلاه 500 ما نضغطش نفس اربع عمال نمشيهم في المشروع كده ايه يتسلوا براحتهم. تمام، طيب في 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 اناره الشوارع بدا يتكلم يوصل هنا ل 150 متر طول. يتبقى معانا اعمال التليكومنيكيشن مع بعض. هنا الحفر وصل كام؟ 150 برضو. الاسفلت طبعا هو مش حفر ولا حاجه، ده طبعا بيتومين وشغل بقى اسفلت والكلام ده كله. قال لك 1500 متر طبعا متر طولي على عرض، خد بالك بس عشان ما تقولش ان انا قلت لك حاجه خطا، انا فرضنا ان العرض كان 25 متر وبالتالي اشتغلنا على المتر الطولي بعرض طريق، لان معظم الطرق عندنا كانت كام؟ كانت عرضها متوسط 25، ففرضنا ان العرض 25 واشتغلنا على المتر الطول. طيب حضرتك في طرق الباند دي يا باشمهندس تشتغلوا بالمتر المسطح. تمام؟ طيب فكان عندي معدلات الانتاج، انا بنركز بس على الحته عشان ما حدش ياخدها علينا ايه بمحمل الخطا او يفهمها بصفه خطا. فكان ان رش البيتومين والحاجات ده كله كان بيقدر يرش كام؟ 1500 يعني كيلو ونص في اليوم بعرض طريق 25 متر. وكان بيبدا يشتغل بسمك طريق 5 سم اللي الطبقه الاخيره طبعا، كان بيقدر يعمل 400 ايه؟ 400 كيلو في اليوم طبعا ايه؟ الاسفلت بيفر واحده طبعا. تمام؟ طيب احنا كده يا باشمهندسين الصعب خلاص. تمام؟ طيب هنبدا ندخل على الريسورس، ايه الموارد اللي انا محتاجها؟ تمام؟ ايه الموارد اللي حضرتك انا محتاجها في المشروع عندي؟ ممكن ناخدهم مره بعد كده كلك ونبدا نتناقشوا فيهم. كنترول سي كنترول في. في حاجتين كمان ما خدناهمش نزودهم. ماشي تمام، احنا كده بنخش على المعدات. عشان انا بنعمل كل حاجه الاكسل وبعد كده في ثواني، ما تقلقش بالنسبه للناس اللي مقلقه ان احنا خدنا ثلاث محاضرات تقريبا وشغالين ولسه ما وصلناش للبرمافيرا. لا تقلق ان شاء الله في شغل البرمافيرا هيكون سهل جدا، احنا بنجهز كل حاجه على الاكسل وبعد كده مجرد ايه اكسبورت مش اكتر. ايه هي المعدات؟ ايه هي العماله؟ طبعا احنا عايزين نبدا نعمل هنا رو كده خاص بالليبرز، ممكن نبدا نقول له دي بنعمل انسيرت هنا رو، مش مشكله كده ممكن التنسيق مشغلين على نفس التنسيق، ممكن نعمل انسيرت هنا رو ونخلي دي ليبر وكومنت عشان ايه نبقوا متابعين. حضرتك ممكن تعمل انسيرت الثانيه فوق كده وتخليها اي لون كده مش هتفرق، صغرها شويه احنا محتاجينها هنا بس. ايه انواع الريسورس اللي احنا موجود؟ الان سكيلت ليبر والسكيلت ليبر دي بتجيبها منين يا باشمهندس؟ وفي ارقام طبعا تحت كده ما تشغلش بالك بقى، ان دي كود خاص بالجهه المالكه. يعني انا مثلا هكتب لك ان سكيلت ليبر سلاش مش عارف كذا كذا كذا، الكلام اللي موجود دي سلاش ان اتش سي ال ار، دي كود خاص بالاونر. طبعا كل اونر ممكن تلاقي له كود معين يقول لك التزمني بالاكواد دي عشان هو يرفع على الاي بي ام طبعا. السكيلد ليبر والاكويبمنت اوبريتور اللي هو طبعا. طب هي ايه الان سكيلد ليبر؟ العماله العاديه اللي بنشغلها
في اللي مثلا تنزل لي نيوجيرسي تظبط مش تطهير مش عارف ايه الكلام ده كله. السكيل ديليفر اللي هو الفورمان اللي هيبدا يشتغل مثلا فورمان مساعد مساعد مساح والحاجات دي. الاكويبمنت اوبريتور اللي هو مشغل المعدي تمام. بعد منه هيجي بعد منه بقى الالكتريشن اللي هو الكهربائي طبعا. دي كل طبعا انت ايه اللي محتاجه؟ البلامبر للسباك، الكاربنتر اللي هيبدا يشتغل لنا في المناهيج والحاجات دي، والستيل فيكسر. نبدا بقى من اول هنا نخش على الايه، خلي دول كده ميرج ودول مع بعض كده ناخدوهم ميرج ونقول له هنا الليبرز سي كنترول بي، وهنا الاكويبمنت تمام. طيب احنا الاكسكافيتور، لا ده احنا الاكسكافيتور دي المفروض يجي مع احنا هنا من اول هنا كده. ممكن نعمل بقى ان ميرج ونقول له دول لحد هنا كده ميرج مع بعض، ودول كده ان ميرج، وبعد كده نقول له دول كده مع بعض ايه ميرج. ممكن بقى عشان المنظر العام تمام. طيب نبدا بقى نتكلم على المعدات اللي انا هنحتاجها في الـ في الـ في المشروع، والعماله اللي حضرتك بتحتاجها في المشروع. احنا اتكلمنا على المعدات، العماله السكيلد العامل العادي والان سكيلد والاكويبمنت اوبريتور مشغل الحفار والكهربائي والسباك والنجار والحداد. والنجار والحداد بيزيد استعمالهم قليل عن عوزهم في اعمال المناهير والحاجات دي. نبدا نخش بقى على الايه، على وقلت لحضرتك ان الرقم اللي موجود دي رقم خاص بالاونر، بيبدا ايه اي دي كده ممكن تحذفه، ممكن واحنا هنحذفه. احنا دلوقتي ممكن نعمل رقم مع نفسنا كده، ممكن نقول مثلا ايه نسمي دي الاتش اس سي، بقول لك مثلا فور ليرنينج، ممكن نخليها مثلا فور ليرنينج للتعليم اهوت، ونعدلها عشان نبقوا ايه مع بعض كده. نقول له فور ليرنينج تمام. طيب هنقول له بقى ايه، ممكن نعمل نقف هنا ونقول له كنترول فايند ريبليس ريبليس ان اتش سي ان اتش سي دي خليها لي فور ليرن فور، لا اسمه اللادر نخلوها كابيتال لادر، نخلوها انا لو عملتها كانت كابيتال ولا اسمه مش هتفرق، اسمه اللادر فور ليرن تمام. هنقول له نوقف هنا، هنقول له ريبليس 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 ريبليس، نوقف هنا كده خلاص. طيب يبقى احنا كتبنا عدلنا كل نشاط، يبقى مثلا حاجه اسمها دي الكود بتاعه، هو طبعا مش هيتقبل هناك في البرمافيرا لو سطرناه شويه، ممكن نعدله بعدين لان طبعا الاي دي هيكون طويل قوي. فور ليرنينج كذا، فور ليرنينج يعني مجرد ايه ان احنا عدلنا الان اتش سي شلناها اللي هي الفور ليرنينج تمام. طيب ايه هي المعدات اللي احنا حضرتك ان احنا محتاجينها؟ محتاجين حفار، محتاجين دامب تراك، محتاج واتر تراك، محتاج ميني رول كومباكتور اللي هو
طبعا الحفار دي عشان عارف هتعمل بيه ايه، وممكن تشتغل ترانشر. نكمل يا شباب ان شاء الله، والحمد لله ان الوقت ما طولش على القطاع، والسبب كان العدد بس مش عارف ندخل، لان العدد كانت الروم كانت مليانه فمش عارف ادخل، يعني دي اللي اخرني شويه. احنا وصلنا مع بعض ان نحط الريسورس. طيب يا باشمهندس، حطينا طبعا الليبرز تمام والاكويبمنت اللي موجود. طيب يا باشمهندس، على اي اساس بنحدد الكلام دي؟ حضرتك بتحدده بناء على احتياجاتك تمام، وانت ممكن وانت شغال برضو ماشي، وانت شغال يعني انا سايب فاضي وقت، ممكن وانت شغال تلاقي نفسك في نشاط محتاج ريسورس معين فتضيفه هنا تمام. طيب حطينا اتكلمنا مع بعض، ما اعرفش هو فصل قبل ما شرحت الحاجات دي، هنعيد من تاني يعني. عرفنا مع بعض الان سكيلت ليبر والسكيلت ليبر والاكويبمنت والالكتريشن والبلمبر والكاربنتر والستير فيكسر، دي اللي خاص بايه؟ دي خاص بالعمال العماله اللي موجوده في المشروع تمام. بعد كده هنخش على المعدات اللي موجوده في المشروع، قلنا الحفار او البوكلين و دام تراك اللي هي العربيه القلاب اللي وراه، وعربيه ميه بتاعت الواتر تلا، والميني رول كومباكتور دي يا شباب اللي هي الرصاصه الصغيره اللي انا بعد، لان طبعا لما يقبل عرض الحفر قليل فما ينفعش تخش برصاصه كبيره، فبتخش بايه؟ برصاصات صغيره كده، فاسمها ميني رول كومباكتور. وكيبل لاينج ماشين اللي هي الاله اللي بتفرد ايه، اللي بتعمل فرد للكابلات. والاسفلت بيفر اللي هي بتاعت الاسفلت، يعني الاسفلت بيفر اللي هي بتحط فيها الاسفلت وبعد كده تفرد وترص بعدها تمام. والرابر كومباكتور اللي هو زي الرول كومباكتور، زي الرول كومباكتور اللي بتمشي اللي هي اللي بعجلتين ده، ممكن تبحث على النت وتشوف اللي هو بعجلتين معدن. الرابر كومباكتور هي نفس، هي كومباكتور برضو بس بيبقى العجل بتاعها رابر، بيبقى كذا عجل حوالي 6 عجلات كده قدام وصاد بعض تمام. واللودر اللي احنا عايزينه، وعندنا البوبكات والكرين 7 طن. طبعا دي كانت احتياجاتنا في المشروع يعني، ممكن وعلى فكره انا ما حطيتهمش من اول مره، كل ما انا شغال بنقيب بلاقي نفسي محتاج حاجه فبنضيف تمام. نبدا نحمل الريسورس او الاحتياجات تمام. احنا هنعبيهم، اول ما هنعبي 43 نشاط يا باشمهندسين هنلاقي البرنامج بخلص كله، هناخد كابل بس، واللي هيتغير معي المساحه فقط، هو اوتوماتيك كل حاجه هتتحسب لوحدي تمام. طيب هنبدا احنا طبعا التشيك دي عملناه وتاكدنا منه، هنعمل له هايد دلوقتي عشان بس ما يزودناش عميده على الفاضي تمام. طيب هنبدا نتوكل على الله ونحمل الريسورس اللي احنا محتاجينه. المفروض خدنا دي مش خاص بحاجه، يبقى ندلته. طيب هنشوف بعد كده يا باشمهندس، انا نشوف المعادله من هنا. احنا قلنا ايه بقى؟ معدل المساحه على البرودكشن ريت في عدد العماله اللي محتاجينها في اليوم. تعالوا بقى نشوفوا بقى احنا عملناها ازاي. انا عندي المساحه اللي موجوده ومعدل الانتاج في اليوم تمام. كل اللي هنعمله هنقوله دي الان سكيلد ليبر، انا عايز هنقول له دي بتساوي كام؟ بتساوي المساحه الكليه على معدل انتاجه في اليوم تمام. اداني رقم تمام، هو بيقول لي ايه دي في حاله 4 عمالة، تقول له في اربعه يعني انا عايز دي في اربعه. يبقى انا هنعوز محتاج ايه؟ هنشرحها مع بعض تاني، نخلص المعادله ونشرحها مع بعض تاني عشان يبقى كله واضحه للكل. لو انا هنخلص قسمنا المتر، احنا شغالين مش لا احنا هنشتغل بالمتر الطولي يا شباب، مش هنشتغل بالمتر المسطح، لا ده هنشتغل بالمتر الطولي. انا هنا حسبتها على المتر المسطح، هو عنده 3700 متر طولي، وبيقدر ينتج في اليوم يقدر ينتج 500 في اليوم. فهنقول له ان المعادله دي بتساوي 3700 على 500 متر تمام. في كام؟ في 100 في 4 في 4. وممكن تعمل تقريب للمعادله بس مش هتفرق معاك دلوقتي. طيب ايه اللي انا عملته هنا؟ قلت له ان هو بيقدر ينتج 500 في اليوم تمام. هو قال لي الاربع عمال ينتجوا 500 متر طولي في اليوم
طيب انا عندي 3700، يبقى انا محتاج لو هنخلص في اليوم الواحد، واكتبها كده في اليوم الواحد، خلي دماغك دلوقتي احنا شغالين على اليوم الواحد، بمعنى ان انا لو هنخلص في اليوم الواحد، هنخلص في اليوم الواحد بكام؟ هنخلص في اليوم الواحد يبقى انا محتاج حوالي 30 عامل. ممكن تقرب تقول رول اب، يعني ان انت مثلا ايه تخليها 30، بس احنا مش محتاجين ايه؟ مش محتاجين التقريب دلوقتي. نعمل له حاجة بسيطة كده، خلي دي بالريد كولر ونخلوها مثلا، وهنقول له كل اللي احنا عايزينه بقى خلوه لي ايه السايز بتاعه دي ودي، خلوه لي بالريد كولر عشان ايه يبقى شغال معايا على طول. طيب في النشاط الاولاني يا باشمهندس انا محتاج ايه تاني؟ محتاج يعني انا دلوقتي محتاج العمال العاديين. طيب ممكن نحتاج معاهم كرين، يعني ممكن نحتاج معاهم كرين على فكره اللي ينزل، او لو في عربيه بكرين، يعني ممكن نشوف هنا احنا كنا حاطين ايه، مش محتاجين للسكيلد ليبر مش هنحتاجوهم، انا حاطينه عمال عاديه ماشي، ومحتاج لودر لو هيحفر اي حاجه، برضو مش هنحتاج لودر لو هينزل معدات، ممكن نحتاج كرين فقط. طبعا دي بيبقى بالتنسيق مع مدير المشروع، الكلام دي بيبقى بالتنسيق مع مدير المشروع، نقول له مثلا اعمال بيجيب عربيه بالكرين اللي هي 7 طن تمام، فهو محتاج نبدا بقى نعمل فريز هنا بقى، نثبت دي كده ونعمل فريز هنا عشان نبقوا شغالين مع بعض. نثبت دي نعمله فريز هنا شباب، فريز تمام. محتاج انا محتاج كريم بس تمام. هنقول له نحتاج معاهم كريم في اليوم كريم واحد، يبقى هنقول له دي بتساوي كام؟ دي بتساوي دي على دي تمام. بدي يقول لك مثلا 7 و4، ممكن تقربها في تقريب المعادلات، تعمل معادلات تقريب مش هتفرق معانا في الوقت الحالي، بس انا يعني هتقول لي 7 و4 يا باشمهندس، طب هو محتاج 8، يعني بنتكلم على الريسورس هيستوجرام، ممكن تظبطها وتخليها 8، تقول له اب كذا وتعدلها في المعادله، ولكن انا بنكلمك على هترفع معاك في الري في في, الري في الريسورس هيستوجرام، خليها دلوقتي وبعد كده تبقى تظبط انت في الريسورس هيستوجرام بير مانث، ممكن تظبطها انت في الاكسل شيت في الاخر خالص واحنا بنعمل الاوت بوت في المخرجات عندنا، سيب الكلام ده دلوقتي تمام. طيب بعد كده يبقى انا اللي انا عوزته في النشاط ده، انا كل اللي عوزته احتجت حوالي 30 عامل، ومحتاج معاهم لو هنخلص في يوم واحد محتاج 7 كرين. طبعا الكلام ده مش هيبقى مظبوط ان انت هتعوز 7 كرين مشغلين في الوقت، وبالتالي النشاط دي عشان بس ما الدماغ ما يروحش بعيد، النشاط دي هتحط له ديوريشن كام يا باشمهندس؟ هتحط له ديوريشن 8 ايام. يبقى اذا تقدير الديوريشن دي اول حاجه، هو بنبدا نستنتج اهو، تيجي واقف على النشاط، ايه اللي انا محتاجه في النشاط؟ طبعا هتعرفها بعدين، بس عشان الدماغ ما حدش يفكر تفكيري يقول لك ايه، طب ازاي هنحتاج 30 عامل وفي نفس الوقت انا محتاج 7 كرين في اليوم انهم يشتغلوا لي في نشاط واحد في زون واحد، امال بقيه المشروع ده بقيه المشروع ده كله كرينات؟ لا حضرتك، دي في حاله لو انا هخلصه في يوم واحد فقط، انا بشتغل بنحط بنجهز شغلي على ان انا كل نشاط هنقدر نخلصه في يوم واحد. التظبيط بقى تظبيط الارقام دي، انا بدخل الارقام دي على البريمافيرا وبعد كده بنظبط انا المعدات ونعمل الريسورس ليفلنج والريسورس بنظبطه بقى ايه على الديوريشن، وبناء على كده الديوريشن بتتعدل بناء على المعدات اللي موجوده عندي تمام. طيب نكمل النشاط اللي بعده. النشاط اللي بعده كان في دي، طبعا النشاط المهم جدا طبعا، بيساوي كام؟ بيساوي 3700 على محتاج بالصلاة على النبي كده 264 حفار، 246 حفار. طبعا احنا محتاجين ليبرز، احنا مش محتاجين ليبرز هنا تقريبا، لا انا مش محتاج ليبرز، ممكن مش محتاج ليبرز، انا محتاج في الحفر هنا انا محتاج بس بوكلين اللي هو الاكسكافيتور تمام، انا محتاج اكسكافيتور، هو طبعا هيساوي بنفس الرقم، بيساوي كام بقى؟ 3700 على الرقم ده على ال 15
محتاج انت لو هتخلص في يوم واحد انت محتاج 247. تمام يا باشمهندس؟ طيب ممكن نحتاج ايه تاني معاها؟ تقريبا انا محتاج دمب تراك، بس مش هحتاج العمليه لو في صخر بقى، ممكن الدمب تراك الواحده تخدم على 4 بوكلينات ومعاها لودر. طب ازاي الكلام ده كله؟ يعني معنى صح هنقول له دي في دي على 4، يعني هنقول له الكميه الكليه على، لان خلي بالك هي هو بينتج كام؟ 15 متر طولي في اليوم. لو فرضنا مثلا يعني 15 متر طولي، لو فرضنا هو متر في متر وبالتالي بينتج 15 متر مكعب، يعني الدمب تراك ممكن تشيلها في دوري، يعني في الانتاج بتاعك تشيل ما تشيلها في في في, في مرتين ثلاثه. تمام؟ يبقى اذا ممكن الدمب تراك الواحده دي بقى بيبقى نيجوشيشن بينك وبين مدير المشروع. الكلام اللي انا بقوله دي هو مجرد قاعد انت في اجتماع مع مدير مشروع بتتناقش معاه، يعني مش انت اللي بتحط، مش البلانر اللي بيحط الكلام ده يا شباب عشان نبقوا متفقين. بنيجي انا قاعد ما يقول لك والله يا باشمهندس انت انا محتاج الحفار، يقول لك ماشي الدمب تراك بتخدم ممكن تخدم لي على 5 حفارات او الواحده. يبقى طب نحسبها ازاي؟ هنقول له نقول له الدمب تراك بتساوي دي على دي، ممكن تقفل القوس وتقول له على مثلا 5، انها بتخدم على 5، يبقى انا محتاج 46 بتاع 49 او 50، حوالي 50 ايه؟ حوالي 50 دمب تراك. تمام؟ طيب بنحتاج ايه تاني؟ والله ممكن لو هو في صخره قال محتاج ووتر تراك، نكتفي بس بدي كده عشان نبقى ماشيين. يبقى انا محتاج بس 2، ده مش هنقلل من الرصوص، ولكن انت ايه احتياجاتك؟ شوف احتياجاتك ايه اللي انت محتاجها. تمام؟ النشاط اللي بعده، النشاط اللي بعده البيدنج الليفلنج، بنحتاج عمال. طب هل انا السؤال بس عشان دوت بقى الناس تبدا تمل كده، هل انا يا باشمهندس هنقعد نعمل الكلام ده كله في الانشطه دي كلها؟ لا حضرتك احنا هنشتغل كابيو بيس دلوقتي، احنا هنخلص بس ممكن لو الميه شبه لو الميه هتكون شبه الصرف ممكن ناخد دي كابيو بيست وبتنتهي فيه، ولو نخلص هم ال 47 او ال 43 نشاط اللي بنتكلم عليهم بعد كده بنشتغل كابيو بيست، والمساحه بتتغير اوتوماتيك، المساحه بتتغير واوتوماتيك المتر الطولي بيتغير. يبقى اذا ايه هتعدل حضرتك، هتعدل لحضرتك الشغل بتاعنا بعد كده، هتعدل المتر الطولي، المتر الطولي بيتغير اوتوماتيك، هتلاقي كل الارقام اتغيرت والمساحه بتتغير، يعني التغيير كله هيكون على المتر المسطح والمتر الطولي فقط، وكل الارقام دي بتطلع ايه مع نفسها، مش بنحتاج نعملها تاني. تعالى بقى نبدا نخش على النشاط اللي بعده، احنا بنتكلم على البيدنج الليفلنج. قال لك بنحتاج كانت الكيس استادي عندنا عشان بس شغالين زي الكيس استادي، او مش هتفرق ممكن نفرض احنا مع نفسنا. بنحتاج 4 عمال ومش مشكله، مش هناخد ان سكيلد ليبر، ومحتاج معاه كمان ايه كنا محتاجين بوبكات. تمام؟ طيب هو محتاج 4 عمال عشان ينتجوا كام؟ عشان ما تتلخبطش، عشان ينتجوا ال 150. تمام؟ يبقى هنقول له المعادله بتساوي ممكن احنا ما احنا خدنا دي زي فين، كانت في واحده هنا خاصه بالعمال، دي كانت خاصه بالعمال، كنترول سي. تمام؟ كنترول في، خلاص الموضوع انتهى. بعد كده محتاج هو بوبكات، محتاج بوبكات يخدم معاه، وهل مثلا محتاج بوبكات يوم كامل، ولا لو حضرتك محتاج البوبكات هيخدم هنا وهيخدم في الميه مثلا، ممكن نقول مثلا هنا محتاج نص بوبكات او بوبكات هيخدم هنا، ممكن تشغلها بالاور كمان. يعني احنا كنا حاطين ممكن نقول له ايه انا محتاج نص بوبكات فقط، نص بوبكات فقط، يعني نقول له مثلا بوبكات هنا هيشتغل هنا وهيخدم مع الناس اللي شغاله في البيدنج الليفلنج هنا. تمام؟ وفي نفس الوقت هيبقى شغال برضو مع الناس اللي شغاله في شبكه تانية او في مكان تاني، يعني مع كل ما يحتاجوا حاجه يبدا ايه تطهير والحاجات دي كلها، يطلع رمل او اي حاجه محتاجين. طيب هو ممكن نقول ان احنا محتاجين نص بوكات، يبقى دي هتساوي كام؟ البوكات هتساوي الاجمالي على دي في كام؟ في بوينت 5، محتاج هو نص في
بوينت 5. تمام؟ يعني لو هيخلص في يوم واحد محتاج 12 ايه؟ 12 بوكات. احنا بنتكلم على لو هيخلص في يوم واحد هتتعدل في الديوريشن بعدين. تمام؟ طيب نرجع بعد كده للنشاط اللي طبعا هي دي ممله، بس هي بتتعمل في الانشطه دي فقط، ودي من اصعب الحاجات، حتى لو تعملها بالمافيرا تبقى صعبه ومعظم الناس ما بتدرسهاش. انا بكلمك انت كده بتدرس ارقامك صح، وبتدرس ارقامك بناء على معدلات انتاج فعليا. تمام؟ احنا بعد كده خلصنا البيدنج الليفلنج، خلصنا هنبدا نتكلم على السبلاي انسوليشن والجوينينج والالاينمنت. هو طبعا نفس القصه، قال لك ان احنا بنحتاج اربع عمال بيبداوا ايه، وهيكون تقريبا معاهم هيكون بالحاله دي احنا بنحتاج بقى في البيدنج الليفلنج، لا عمال عاديه، بيحتاج عمال عاديه ما بيحتاج تقريبا في الان سكيلد، اتوقع انه ممكن يحتاج ان سكيلد سبلاي انسوليشن. بيحتاج ممكن واحد، ممكن بيحتاج معاهم واحد فورمان كده. تمام، انا اقول له دي في 4، لا دي هتساوي كام بقى؟ محتاج معاهم واحد فورمان يظبط معاهم، يكون مثلا فاهم شويه عشان ايه للالاينمنت والحاجات دي كلها، يكون ايه اوير بالموضوع دي. او ممكن نستغنى، ممكن نحتاج واحد، ممكن نستغنى بالكلام دي ان احنا نحتاج سباك، لان في الجويننج هنحتاج سباك بلمبر، ومحتاجين سباك يكون واقف معاهم. احنا هنا عشان بس شايفين محتاجين البلمبر، ممكن ناخدها كابو بس، ممكن نقول له دي بتساوي ايه، دي على دي انتر، محتاج سباك. تمام، محتاج ايه تاني تقريبا؟ ممكن نحتاج، احنا بنتكلم على السبلاي انسوليشن والجوين والالاينمنت، ممكن نحتاج كرين ينزل المواسير والحاجات دي كلها، ولا ممكن تكون محتاج كرين معاهم ستيل فيكسر والووتر مين رول كومباكتور والكيبل لينج والاسفلت بيبر واللودر. ممكن نستنى بالكلام دي او بالبوبكات، وممكن البوبكات يؤدي الغرض يا شباب يعني، او اللودر يعني، او الكرين يعني، ممكن نشتغل بقى كرين بقى في الحاله دي. دلوقتي بنتكلم على البيدنج الليفلنج، احنا هنا يبقى هنستخدم ايه الكرين، نقول له كنترول سي، وانا هنا في البيدنج الليفلنج هنقول له ايه كنترول سي كنترول في، محتاج برضو ايه محتاج كرين. طبعا دول ما مش معمولين بالاحمر، المفروض نعملهم بالايه، بالاحمر زي بقيتهم، ما دخلوش معانا في الايكويشن، نظبطهم بس عشان ايه كون بولد وسنتر. تمام، طيب بعد كده احنا خلصنا خلصنا نبدا نخش بقى على المنهول. في المناهين هنحتاج ايه بقى؟ في المناهين ممكن بنحتاج ستيل، احنا البند بيقول ايه بقى، سبلاي انسوليشن بنقول انا هوك اب، ممكن نحتاج سباك، مش هنحتاج عماله عاديه بقى، انا هنحتاج لان الشغل خفيف جدا، فهيكون معانا اللي موجود معانا هنحتاج نحتاج الكاربنتر، بنحتاج الكاربنتر وبنحتاج الستيل فيكسر، وممكن نحتاج بلمبر. نظبط المعادلة كنترول سي كنترول بي، طبعا دي عشان ماشي هنظبطوها. المعادلة بتساوي ايه بقى؟ دي هذه تمام، وبنحتاج ال بنحتاج الستيل فيكسر برضو حداد، وممكن نحتاج يعني هو شغل النجار اكتر، ممكن نحتاج عدد اقل يعني للحداده بتاعته تبقى خفيفه، ممكن نحتاج نص 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 حداد، لان معظم مثلا النجاره والكلام ده كله ماشي نخلوه حداد عادي مش هتفرق يعني. بتساوي طبعا اللي بيحدد الكلام دي مش البلانر، بيحدد الكلام دي مدير المشروع. تمام،
يعني مش هيبقى شغلك خالص، تبدا تتناقش انت مع مدير المشروع وتبدا تقول له على اي اساس انا محتاج، انا محتاج هنا قد ايه، انا محتاج هنا قد ايه، والكلام ده تبقى قاعد معاه على فكره فاتح الاكسل دي ومظبطه، وهو بيتناقش معاك ويقول لك اه لا هنا انا محتاج نص يوم، انا محتاج يوميه، انا محتاج يوميه كامله، انا محتاج كذا، تبدا تتناقش معاه. طيب السيستم تيستنج، السيستم تيستنج قال لك مثلا نحتاج عامل عادي ماشي، ونحتاج معاهم سباك لانه بيختبر، يعني الاستشاري بيجي يستلم والحاجات دي، او ممكن قبل الاستشاري بيجي بتعمل اختبار اصلا للسيستم، وفي الحاله دي لازم الاستشاري يكون موجود، يعني بتبقى عامل انت تشيك قبل كده، بعد كده بتيجي تسلمه قبل ما تبدا تدفن. طيب بنحتاج ايه بقى؟ بنحتاج عامل عادي، مش هنقوله بقى ايه، ممكن خلونا نقوله في واحد، يعني لو هنخلي المعادله زي ما هي، عامل عادي ومحتاجين سباك في السيستم تيستنج، في اختبار المواسير محتاج سباك. تمام؟ ننزل المعادله دي. طيب الباك فيلينج، الباك فيلينج يا شباب بنتكلم بقى الباك فيلينج، بنحتاج عمال تبدا انستول ويرنج تاب اند باك فيلينج فور باك فيلينج وركرز فور بايب، بنحتاج عماله عاديه برضو، عامل عادي يكون شغال مع ويكون شغال معانا. هنحتاج اللودر، واللي هنحتاج بقى بوكات، البوكات هيبقى شغله اكتر على فكره، هنحتاج بوكات وهنحتاج الميني رور كومباكت لانه هيبقى على طبقات. تمام؟ يبقى هنحتاج انا هنا في الباك فيلنج كنترول سي كنترول اسف كنترول سي والنقابة الأخيرة كنترول سي كنترول في. تمام؟ محتاج بوكات ومحتاج ميني رول كومباكت. طبعا الناس اللي زهقت الموضوع، احنا قربنا نخلص، احنا هنشتغل على 43 نشاط بس، وبعد كده هناخد كابي وبيست. محتاج ميني رول كومباكتور بتساوي طبعا دي على دي. تمام؟ يا ريت يا باشمهندس تشوف الناس فاهمه ولا تاهت مننا ولا الدنيا ماشيه ازاي يا مهندس احمد. بعد كده بنتكلم مهندس احمد. ايوه يا باشمهندس. الصوت واضح والناس فاهمه ولا ايه؟ ولا هو الصوت كده تمام يا باشمهندس؟ طب الرياكشن الناس بتاعك بتقول واضح ومفهوم. تمام الحمد لله الحمد لله. طيب باقي حاجه، اخر حاجه يا باشمهندسين عندنا بقى السبلاي انستليشن والهاوس كونكشن اللي هي الوصلات المنزليه. في الوصلات المنزليه ده طبعا يبقى فيها شغل كتير، هيكون بنحتاج عماله عاديه ماشي، وبنحتاج سكيل ليبر واحد فني معاه برضو يكون ماشي معاهم، وطبعا هو في العماله العاديه على ما اتذكر كان بيقول انا الفريق هيكون اربعه، محتاج أربعة، راح زلنا الرقم اللي بنكتبه أربعة هنا يا شباب بناءً على الكرو أو الطاقم، هو بيقول لي ال 150 ال 450 أربع عمال يقدروا يخلصوه. لما بتلاقيني ما كتبتش رقم كده فهو يبقى هو عامل واحد أو أنا محتاج عامل واحد فقط، ولكن هو بيقول لي مثلاً إيه ال 450 متر في الهاوس كونكشن أربع عمال عاديين، ومعاهم كل أربع عمال معاهم عامل واحد أن سكيل. لاحظ إن أنا ما ضربتش واحد هنا، هنا فوق خالص هنا في الايكويشن انا قلت دي على دي، فبالتالي هو بيقول لي بقى ايه، انا ننتج ال 450 لما يكون معايا اربع عمال عاديين ومعاهم عامل فورمان، ويكون طبعا معاهم سباك. فين بقى السباك؟ هنا السباك كنترول سي كنترول في. تمام كده خلصنا شبكه الساور سيستم. هنبدا نفس القصه نشتغل في شبكة المية، وأتوقع أتوقع المية هم 6 سيلز، تعالى كده شوف دول كده كام سيلز، وأتوقع إن الطلبات اللي في المية هتكون هي نفس الطلبات اللي موجودة في الصرف. فحضرتك لو هي نفس الطلبات بتيجي واخد معلم عليهم كده. تمام كنترول سي، يعني نفس العماله لان هي نفس الشبكتين قريب، يعني دي شبكه صرف ودي شبكه ميه، فايه ممكن الاعداد تقل شويه او ده في رقم زياده. كنترول زي نبدا بقى نعمل ايه، كنترول زي ايه بقى اللي مش موجود هنا؟
ايه اللي مش موجود هنا؟ اللي احنا بنتكلم على هنا كام نشاط؟ واحد، او هنا كده متعدية كام؟ ثمانية. ثمانية كاونت. طب هنا، هنا سبعة. طب ايه اللي مش موجود هنا بقى؟ ايه اللي مش موجود هنا؟ تقريبا المناهيل. لا، المناهيل السيستم، او ناخدها واحدة واحدة كده. السيتنج اوت موجود. طب ماشي، نشوف النشاط. السيتنج اوت هو هو السيتنج اوت. الاكسكافيشن، ترانش اكسكافيشن موجود. البيدنج الليفلنج، البيدنج الليفلنج موجود. وبعد كده البيدنج الليفلنج، بعد كده سبلاي انسوليشن جوين اوف الاينمنت سبلاي. هنا، هنا المناهيل انا مش هنا موجوده. هنا ايه؟ البايبس والفالز. يبقى انا هناخد كله ما عدا المناهيل وناخد الثلاثه دول. نبص هنعلم كده يا شباب، هنعلم كده تمام، ونقول له كنترول سي، ونروح عليه هنا كده ونقول له كنترول سي كنترول في، وهناخد الثلاثه دول، لان طبعا المناهيل هنا مش موجوده، المناهيل مدمجه مع ايه، وهناخد الثلاثه دول معاهم. كنترول سي كنترول في. كده خلصنا شبكه الايه. ما تشغلش بالك بالقصور، عشان بس ما انا براجع عليها اكتر من مره، عشان ما يجيش واحد يقول لك انا محتاج 27 عامل و33 كذا. لا يا باشمهندس، الكلام ده هنحتاجه يعني بعدين، بنظبط احنا ايه الريسورس بعد كده في الريسورس هيستوجرام. تمام. طيب بعد كده هنشتغل على شبكه الاروجيشن. ليه بقى انا بقول لك خدها كابي بيس؟ لان المعادله مضروبه. احنا اللي بيترقم هنا معدلات الانتاج يا باشمهندس، هو هنا بيضرب في معدلات الانتاج. ممكن بقى تقول لي والله مثلا ايه، في السيستم تيستنج مثلا، لا انا محتاج مثلا بدل من عامل انا محتاج عاملين. هنا الكرو هنا بدل ما هو مثلا، هنيجي مثلا ايه لو هتختلف مثلا فرضا، انا بتكلم بس مجرد تعليم، انت فهمت السيكونس وممكن تكمل. تيجي تقول لي مثلا هنا والله يا باشمهندس السيفتي، لا السيفتي هو هو السيفتي، مش هيحصل فيه تغيير. ممكن التغيير مثلا طبعا هنا الاكسكافيشن طبعا هتقل، العدد هيقل طبعا. هنا العدد بقى 164 اهوت، الاول كان كام؟ 247. ليه قل؟ لان هو الانتاجيه بتاعته زادت. هنا كل ما تزيد الانتاجيه كل ما العدد يقل. طيب ايه تاني؟ ممكن حضرتك تيجي تقول لي والله البيدنج الليفلنج، لا انا مش محتاج، حضرتك مش محتاج اربع عمال. ليه؟ لان الصرف قل، بدليل ان الحفر قل، يبقى اذا ايه؟ قطاع الحفر قل، يبقى محتاجين اثنين بس يا باشمهندس، يبقى الكرو او ثلاثه الكرو، ودي بالتنسيق مع مدير المشروع. تيجي تقول له مثلا ايه تاني النشاط اللي بعده؟ السبلاي انسوليشن والبايب طبعا احنا كنا محتاجين هنا اربع عمال. ممكن نقول له لا انا محتاج الكرو بتاعي محتاجه يكون ثلاثه عمال فقط. احنا حطيناها ثلاثه، ثلاثه عمال. هنا ما ممكن تخليها مثلا واحد زي ما هي في، والاختبار مثلا انا محتاج عامل زي ما هو. في بالنسبه للوصلات المنزليه تقول لي والله الوصلات المنزليه ايه، هتكون زي بعضها على فكره، مش هتقلل. او ممكن نقول الوصلات المنزليه بتاعت الميه بتقل شويه، ودي مدير المشروع. والقطاعات طبعا انت بتبقى معاك القطاعات الهندسيه، يعني هو مدير المشروع فاهم ويقول لك لا انا في الوصله دهيت انا ممكن اقعد ثلاث عمال، موجود عامل كذا كذا كذا، والمواسير هتخف ومش عارف ايه، فهو اللي هو اللي بيحدد. طيب كده خلصنا الساور سيستم والباتابل واتر. هنبدا نتكلم على الاروجيشن سيستم، شبكه الميه، شبكه الري، السيتنج اوت والاكسكافيشن. طبعا نفس اللي احنا عايزينه هنا في السيتنج اوت والاكسكافيشن والبيدنج الليفلنج والبايب. ممكن ناخدوها برضو هنا. ايه اللي مش موجود؟ مش موجود الوصلات المنزليه. طيب الانستوليشن فويرنج تاب، ونبدا نعدل فيها. يبقى ناخد دول كلك كده مع بعض ما عدا اخر واحده اللي الوصلات المنزليه مش موجوده. كنترول سي و كنترول في. تمام. العدد طبعا بيقل هنا، العدد بيقل اهوت، لان المعدل الانتاج بيزيد، لانه الاول كان بيقول لك 450 والكميه قليله على فكره، وبناء على المتر الطولي طبعا العدد قل هنا. ليه؟ لاحظ ان احنا واخدين نفس المعادلات، هنا كان 27 وهنا ثلاث عمال تقريبا. طب ليه هنا مثلا 27 وهنا ثلاث عمال؟ لان اصلا هنا المتر الطولي كان حوالي 4 كيلو 4100، وهنا 1250، والانتاجيه هنا كانت 450 بالنسبه للميه، ولكن في الري هنا الايه؟ الانتاجيه كانت 500. طيب دي بقى الله يعيننا عليها طبعا، لان الانشطه هتكون مختلفه تماما، فهنبدا ندرسها واحده واحده. يبقى احنا كده خلصنا يا شباب ثلاث شبكات، خلصنا شبكه الساور سيستم، خلصنا البادبل واتر، خلصنا الاروجيشن. على فكره دي اصعب حاجه واتعب حاجه تبدا تشتغل،
بالمناسبة يعني عشان بس الناس بعد كده ما عادش فيه تعب خالص إن شاء الله. نبدأ بقى ندخل على الإلكتريكال سيرفيس، هنبدأ نتذكر كده كان إيه في الإلكتريكال سيرفيس، لأن الحاجات دي طبعًا مش تخصصنا فبنجوا نسوها، مش أوير بيه. عمال عادية بدأ يزود هنا، طب حط هنا إيه؟ حط الإكويبمنت، مش هندخل إحنا في الإكويبمنت. حط الإلكتريكال سيرفيس، حط دخلنا في المعدات. طبعا الاكسكيبيتور ماشي، المعدات من الرول كومباكتور عشان الدمك، وال حاجه مع بعض كده، واكيد كهربائي ماشي. هنناقشوا فيهم مع بعض كده، ايه ندردش فيهم مع بعض، واكيد ايه لما تقعد مع مدير المشروع يكون هو قوي. طيب بالاعمال المساحه والاكسكافيشن، ممكن هنا في الالكتريكال هتكون ايه، والبيت بريبريشن ممكن ناخده نفس الكلام الثلاثه الاولانيين كده، لان البيد بريبريشن بيعادلها البيدنج اند ليفلنج. ممكن نبدا ناخد اول ثلاثه ونشوف الباقي، لان هم اول ثلاثه هيكونوا ثابتين. تمام، سي كنترول في ليه اول ثلاثه نقشوهم مع بعض يا باشمهندسين. اول ثلاثه هنا محتاج 25 عامل في اعمال السيفتي والتجهيزات، ومحتاج 46 في اعمال الباد بريبريشن طبعا، قال ان في تنزيل وحاجات من دي. ممكن ايه نخلي الكرو في الحاله دي، ممكن نقول تبقى الحفر قليل، ممكن نقول له 2، الكرو مكون من 2 او نخلوها 3 زي ما هي، مش هتفرق بقى، دي تتناقش فيها مع مدير المشروع مالناش دخل فيها. بعد كده نخش على الحفار. الحفار طبعا احنا محتاجين 101 حفار، ومحتاج 20 طبعا، 101 العدد قل اهوت. محتاجين تاني ايه، محتاج البوكات في الباد بريبريشن، ومحتاج الكرين مع الناس اللي هتشتغل سيفتي. محتاج بقى ايه، سبلاي اند كيبل لينك فور لو. ايوه، في هنا هنعوز بقى مكنه اللينك، الكيبل لين ماشين، هنعوز عماله عاديه. تمام، ونخلي ممكن وهنعوز معاهم واحد فورمان. تمام، وهنعوز معاهم اكيد كهربائي. حاول بس تكون الكلام دي عن دراسي. هنعوز معاهم الكهربائي، ومحتاجين مكنة فرد الكابلات. محتاجين مكنة فرد الكابلات فين بقى؟ ايوه، الكيبل لاين ماشين اهي، دي مكينة فرد الكابلات. ممكن المكنة كمان تشتغل على دي، ما عادش محتاجين حاجة تاني يعني، أتوقع ما عادش هنكون محتاجين حاجة تاني على ما أتذكر يعني. طيب هنخش بعد كده على الكونكريت فوتنج فور ترانسفورمر. والله دي بقى بتختلف، لو هتصب في الموقع ولا هتيجي جاهزي. لو هتيجي جاهزي بتحتاج عمالة عادي يعني، 2 عمال كمان يعني، مش لو حتي انا افترض انها جايه جاهزة عشان ما نقعدش بندخل بقى في ستير فيكسر وكاربنتر والكلام ده كله. محتاج عمالة عادي، ومحتاج الكرين يعني هتيجي مثلا 2 عمال بيكون معاهم الكرين السبعة طن، اللي هي العربية اللي فيها الكرين 7 طن دي، اللي بتنزل على طول الكيبل لينج. هنقول له مثلا ايه، محتاجين العربيه اللي هي الكرين، نروح فين، كنترول سي كنترول في، محتاجين الكرين اللي هو، لا ده احنا محتاجينها تحت مش هنا، ماشي محتاجينها تحت. تمام، طيب بعد كده هنبدأ احنا خدنا كده الكونكريت فوتنج، الكونكريت فور فوتنج والسبلاي انسوليشن اند ترانسفورس رينج.
طيب نفس القصة على فكرة بيكون بالنسبة لي للنشاط الايه المحولات والكلام ده كله، ويكون في الحالة دي بقى هيكون معاهم مثلا واحد فاهم، على الأقل يكون معاهم كهربائي. الكهربائي بيكون معاهم الكهربائي فين؟ ايوه هنا، دي مش محتاجينها احنا دي لان حطيناها بالزياده. احنا هنا بنتكلم على المحولات وتجهيز المحولات، بيكون محتاجين ايه في تجهيز المحولات؟ عماله عاديه، 2 عمال عاديين ماشي، ويكون معاهم كهربائي اوير بالموضوع، ويكون معاهم العربيه اللي هي الكرين. ممكن بقى في الحاله دي بقى بنحتاج كرين لو هو حجمه، بس بالغالب يعني حجمه هيكون 7 طن مكفياه. تمام. طيب البروتكشن كولوم فور ترانسفورمر. البروتكشن كولوم والله برضه بترجع برضه لو هي كانت بريكاست، هتيجي بريكاست جاهزه ولا هتصبب في الموقع ولا حديد ولا الكلام ده كله. فمن الحاله دي هنقوله عماله عاديه، 2 عمال عاديين، ونفس القصه العربيه لو هي هتيجي جاهزه يبقى ايه نفس القصه. العربيه اللي هي ايه اللي هي 7 طن، الكرين اللي هو 7 طن بنزل الحاجات دي. طيب السيستم تيستنج، السيستم تيستنج حضرتك هتكون محتاج عامل عادي برضو، ومحتاج معاه الكهربائي، محتاج معاه الكهربائي يكون موجود عشان باختبار الشبكه. وممكن طبعا ايه انستول ويرنج تاب اند باك فيلينج فور في الحاله دي انا محتاج برضو انا ممكن محتاج في الباك فيلنج، محتاج ممكن عامل عادي واقف مع الباكات، مش عاملين، ومحتاجين الميني رول كومباكتور اللي هي الميني رول كومباكتور دي نحتاجها هنا. انستول ورنج تاب دي هتساوي ايه؟ بتساوي تمام. طيب محتاج برضو محتاج الميني رول كومباكتور، ومحتاج ايه ممكن في الباك فيلنج. والله نكتفي كده، ممكن بقى تحتاج بوكات تسال بقى مدير مشروع هل التشوين هيكون قريب منه، هل مثلا الدفان ممكن نحتاج بوكات على فكره يعني عشان يدفن، وبعد كده المينرال كومباكتور تشتغل معاه. البوكات حضرتك تكون محتاج ايه؟ محتاج بوكات برضو فرضا ان الدفان نزل قريب ايه من المشروع. طيب بعد كده ننتقل بعد كده للشبكه، قربنا نخلص. بننتقل للشبكه الكيبل اند لايتنج بوستس، هنبدا ممكن نفترضها ان هي زي دي عشان الانجاز بس، واكيد انتوا عارفين عشان ما نضيعش وقت اكتر من كده. بس ايه اللي مش موجود هنا؟ هنا موجود ماشي الباد بريبريشن او التانا والكيبل لاينج والانستول فوتنج تقريبا الكونكريت فوتنج اللي مش موجوده هنا ولا موجوده هنا. احنا عندنا السيتنج دي موجوده، والترانش اكسكافيشن والبادنج يبقى دي موجود، اول ثلاثه والسبلاي اند كيبل لاينج اول اربعه موجودين، والسبلاي اند انستوليشن كونكريت فوتنج فور لايتنج بيمنت، وبعد كده الكونكريت فوتنج ايوه موجوده. طيب موجود اللايتنج بوست، يبقى اول حوالي كام؟ اول حوالي اربعه سبلاي اند انستوليشن كونكريت فوتنج فور لايتنج، يبقى اول حوالي خمسه موجودين. اول خمسه ناخدوا الخمسه دول كنترول سي كنترول سي كنترول في. طيب باقي لنا طيب احنا قلنا اول خمسه ولا اول كام؟ 1 2 3 4 5 واحنا خدنا السته. لا دي سبلاي انسوليشن لايتنج بوستس. طب ماشي هنشوف احنا محتاجين ايه بقى. سبلاي انسوليشن محتاج عامل عادي تمام، نراجع دي بس عشان هي الوحيده اللي جت زياده بس هنراجعها معاك. سبلاي انسوليشن تركيب الاعمده، يعني انت محتاج عمال ماشي، 2 عمال مفيش مشكله، محتاج كهربائي معاهم، محتاج الكرين. والله في الحاله دي بقى ممكن تحتاج كرين تاني ثابت ماشي، الكرين دي ما عادي بيؤدي الغرض ما هيبدا يرفع تمام.
بعد كده السيستم تيستنج، السيستم تيستنج وانستولنج يبقى هو نفس القصه، ناخده بروتكشن. هي الوحيده اللي مش موجوده ما كانتش موجوده المره اللي فاتت هي البروتكشن، يبقى هناخد الاثنين دول اخر اثنين كنترول سي طيب وكنترول في. تمام، باقي لنا بقى ايه؟ تيليكومينيكيشن، اعمال التيليكومينيكيشن انت بتحتاج عادي بقى اشتغل بقى فيديو عادي، عمالة عادي لانها شغلها خفيف اصلا، ممكن اتنين عمال مظبطين الدنيا، ممكن اتنين عمال ومعاهم كهربائي مدين الغرض، شغلها كله خفيف. في والكيبل لا، في الاكسكافيشن احنا مش محتاجين. طيب ماشي، السبلاي انستوليشن في محتاجين دي ماشي، اول واحده بس مش محتاجين فين. محتاج في اول واحده هنا حفار، فين الحفار؟ دي الحفار. تمام، بس نحتاج في اول واحده بس دكت ان دكت اكسكافيشن انسبكشن، محتاج حفار وممكن نحتاج دمب تراك. هي بتبقى شغلها خفيف يعني، مش هتحتاج دمب تراك ولا حاجه، هو حفار وعيشاهم جنب منه يعني، لانها حاجات خفيفه كده ترنشات تحت الافتتاح، مش هتحتاج ترحيل. الكيبل الداكت لينج اللي هو تنزيل الكابلات ممكن تحتاج دي، لو هي جايه بقى بريكاست بقى وهتنزل كده وهيتفرد عليه، ممكن تحتاج برضو ايه عمال عاديين، ويكون معاهم فورمان عادي مش لازم كهربائي، يعني يكون معاهم ايه سكيل عادي، عامل عادي خبره يعني، فاهم مشرف مش لازم كهربائي في الحته دي. وسبلاي انستليشن اوف مانهول اند سولينج ورك تاب اند باك، في يبقى هنا سبلاي انستليشن اوف مانهول اند سولينج ورك تاب اند باك فيلينج ورك فور دكت، يعني كل الكلام ده كله. طيب ما نحتاج بقى هنا ايه؟ هنحتاج عمال عاديين وهنحتاج ميني رول كومباكتور في اخر واحده، انا بنتكلم على اخر واحده. بنتكلم على اخر واحده، احنا هنا هنحتاج اللهم صل على الحبيب المصطفى الميني رول كومباكتور دي هي بتساوي دي على دي، وفي نفس الوقت انت ممكن تحتاج اصلا مش محتاج واحده اصلا لان الشغل بقى خفيف، ده ممكن نص واحده لانها ايه تقول له ممكن ايه في بوينت خمسة. تمام، الزيرو مش هتفرق معانا صح، الزيرو محتمل في بوينت خمسة، يعني محتاج نص واحده تشتغل في كذا مكان او 6 ساعات والتقلاتين في مكان تاني. بعد كده محتاج برضو نص بوكات، نص بوكات وسي كنترول في، محتاج نص ايه يعني بوكات نص يومية بالنسبة للناس الشغالة في الموقع. تمام، طيب باقي لنا اخر واحد، اخر واحد الام سي 1، ممكن بقى تختصر دي عمال عاديين، عامل عادي ينبه مثلا يبقى واقف مع العربيه، وهنا عامل عادي واقف كده ينبه السواق هينزل هيبدا منين، وهنا برضو نفس القصه عامل عادي استرشادي، وهنا نحتاج بقى ايه الاسفلت بيفر والاسفلت بيفر والرابر ايه، هنا هنحتاج الاسفلت بيفر. احنا نسينا بقى العربيه اللي خاصه، ممكن نقول عليها دمب ترانك او ووتر تراك، بس مش هتبقى ووتر تراك بقى اللي هترش بقى السبراي، السبراي دي اللي هي خاصه بالبيتومين، هنفترض ان هي ايه ما حطيناهاش يعني المفروض تنضاف يعني، ولكن مش هتفرق معانا كتير سواء انضافت او ما انضافتش، احنا فهمنا السيكونس ماشي ازاي. طيب هنبدا نخش بقى الاخر، هنشوفه بقى الاسفلت بيبر والاسفلت بيفر والرابر. انا محتاج هنا نقول له دي بتساوي، هو قال لك ان كان اتفقني مع مدير المشروع ساعتها في الوقت دي، قال لي لو الاسفلت بيبر 36 عربيه انا فاكر الموضوع ممكن ينتجوا ايه 400 كيلو 400 متر في اليوم، 36 تقريبا عربيه بتعمل كام، انت كل العربيه بتعمل تقريبا 4 نقلات او ايا كان يعني. والاسفلت بيبر انت ممكن محتاجه في الحاله دي لو انت عندك ماشي، ما هو نفس القصه هيكون ايه واحد، ما اصلا نص واحد الباقي يروح فين يعني، ما انت ما عندكش غير اسفلت بيفر واحد، فاكيد الرول كومباكتور هتكون واحد. تمام، طيب بكده احنا خلصنا يا شباب اكتر حاجه ايه صعبه،
تمام. طيب ايه اللي هنعمله بعد كده؟ اللي هنعمله بعد كده احنا هنفك بس الفريز، هنقول له ان فريز. خلصنا كده ايه المعدات اللي احنا محتاجينها. هنعمل بقى تنسيق كده، ممكن نقف هنا ونقول له من داتا هنا، نقول له بلانك. هل هيجيب لي؟ ما جبليش غير الاي دي. لا احنا مش عايزين الاي دي. هنقف هنا. ايوه نقول له نقف هنا. ايوه عايز بس انا كل الحكايه عايز الون دول، يعني عندي اسس كده لازم كله ايه يبقى شبه بعض عشان يبقى شكله جميل. تمام كل الحكايه ايه. طيب بعمل ايه بقى؟ دي جت كده، يبقى طيب نرجع بقى ايه نظبطها تاني، نعمل فلتر عكسي من داتا الباك جراوند ايه وايت، ده وايت باك جراوند. في تنسيق مش اكتر يا شباب، وممكن بقى نقول له خليه الأرقام دي كلها كده. طيب و قلنا تمام. مجرد تنسيقات بس يا باشمهندسين. طيب كده احنا خلصنا. في بقى انا حاجات طبعا ممكن ما تلاقيهاش موجوده هنا. معظم كده ايه السيلز اللي فاضيه البيضه دي انا مش محتاجها. لما حضرتك بقى تيجي عامل فلتر عليها وتيجي هتفهمها بعدين يعني في الحلقه الجايه، يعني ليه انا سايب السيلز دي فاضيه وايه الميزه ان انا عامل الريسورس بالطريقه دي. اخر حاجه عندنا ممكن نيجو انا حابب اضيفها بصراحه، ان انا اخد ايه دي كده اي دي كود هتعرفها بعدين، هتبقى شويه بس هتبقى عارف. كنترول سي كنترول في، كنترول سي كنترول في. انا دلوقتي ايه، ايوه عشان سي. بص انا بس نعمل كود لكل نشاط بحيث ان انا واقف على النشاط عارف مثلا السيستم، لاحظ ان انا هنا مثلا سيستم تيستنج وهنا سيستم تيستنج. طب هنا سيستم تيستنج بتاع ايه؟ لازم تطلع على الدبليو بي اس وتشوفها، لازم تبقى مثلا هنا على الدبليو بي اس وتشوفها السيستم. الافضل بقى ايه؟ يكون يا اما اي دي يا اما يونيك اي دي يا اما يونيك اكتيفيتي نيم. فانا بحب يونيك اكتيفيتي نيم، وهتعرف بعدين في الامبورت والاكسبورت واحنا شغالين ليه انا بعمله يونيك اكتيفيتي نيم. تمام. طيب هنا بقى هنبدا كنترول سي كنترول في، بس هيبقى ايه بدل ما هي سور سيستم هتبقى بي دبليو اللي هي بوتابل واتر. طب انت عرفت ايه سبب الكود اللي هو زد زون واحد، هو في الزون واحد في فيز واحد سور سيستم اس اس سور سيستم. اللي بعده خاص بالايه بالبوتابل واتر، كنترول زد دي كنترول سي كنترول سي كنترول في كنترول في كنترول في كنترول في كنترول في كنترول في. طيب اللي بعده بقى الاي، كل اللي هنغيره الاي اس بس، هتبقى دي اي اس اللي هي الريجيشن سيستم. طبعا انا قلت لحضرتكم في حاجه اسمها ليست اوف سامبلز اند ابريفيشنز لازم تقدفها، تقول له يعني دي اي اس انا بنختصر بقى ايه مش از ولا حاجه، لا هي مختصر مثلا ايه الريجيشن سيستم. بتقدم انت ليست اوف سامبلز اند ابريفيشن، هنعرفها دي في نهايه الكورس، يعني ازاي تعمل التنسيق وتقدم البرنامج بتاعك. تمام. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه ماشي قدامنا ربع ساعه ونخلص. كنترول سي كنترول في، بس انا بس عايز اخلص. طيب الاي اس اهيت، بعد كده هنخش بقى ايه الاي اس الالكتريكال سيستمز. كنترول سي كنترول في هتبقى اي اس اي اس كنترول سي
كنترول سي كنترول في، كنترول سي كنترول في، كنترول سي كنترول في. تعبك شويه في الاكسل شيت يا باشمهندس هيريحك. لاحظ ان البرنامج دي بيتعمل طول السنه، يعني انت بتعمل عليه ابديت عليه. تعبك شويه في الاكسل شيت هو مجرد نص. طبعا احنا بعد كده لما ناخد كابي وبس احنا هنبدا نعدل يعني الكلام ده. طبعا هنا هقول بقى ايه كيبل لايتنج بوست، يبقى ايه سي ال بي، يبقى دي هتبقى ايه سي ال بي كيبل لايتنج بوست. طبعا دي خاص بالكيبل لايتنج بوست. كنترول سي كنترول سي كنترول في، كنترول سي كنترول في، كنترول سي كنترول في، كنترول سي كنترول في، كنترول في، كنترول في. اللي بعدها اخر واحده كنترول في. طب هنا بقى ايه هتبقى كنترول في خاص بالايه التليكوميونيكيشن سيستم تي ال، ممكن تي ال سيستم او ممكن تي اس على طول، تي اس على طول لو ما فيش تي اس متكرره، بس ان شاء الله مش هيبقى في تي اس متكرره، تي اي اس بس. كنترول سي كنترول في. طيب دي طبعا هتبقى wearing كورس، ممكن تقول له ما كنترول سي كنترول في، تقول له دبليو عشان ما تبقاش بس دبليو سي، ممكن تقول له ايه سلاش سي اللي هو wearing كورس، عشان بس الناس ما تفهمش انه تويلت ولا حاجه، يقول لك انت اعمل لي تويلت. كنترول سي كنترول سي كنترول في. كده خلصنا التنسيق بتاعنا وحطينا المعدات وحطينا البادجت بتاع الكوست. ايه اللي باقي معانا؟ باقي معانا هناخد كوبي وباست ونبدا نعدل في المساحات والحصر بس اللي جاي، يعني معنى صح ايه؟ تعالوا نجرب واحده كده عشان نشوف بس الموضوع يبقى بسيط سهل ان شاء الله. انا دلوقتي في زون واحد، هناخد وطبعا كل شغل الاكسل خلص يا باشمهندسين، عشان ما تجيش بس المره اللي فاتت انا قلت لكم كابي وبيست وبعد كده بدات نضيف حاجات، لا خلاص كده ما عادش هنضيف ان شاء الله. طبعا احنا عندنا هنا ايه زون واحد هتبقى فيز 2، فيز 2 هنعدل بس نقول له هنا فيز 2 نعمله بس زون واحد ويبقى كله زيها ان شاء الله. بس نكبر دي كده شويه عشان دي فيز 2 2 2 2 2. تمام. طيب هنبدا نعدل ايه اللي هيتعدل معانا؟ اللي هيتعدل معانا يا باشمهندس حضرتك اللي هتعدل معانا المساحه والمتر الطولي. البرودكشن دي ثابت، اللي هيتعدل معانا حضرتك دي ممكن نعملوه بقى بالجرين او بالبلو. ممكن احنا نبدا ايه طيب نعمله فلتر ونعمله عشان بس تبقى الناس مستوعبه ايه اللي هنتعدل معانا فيه. فلتر اللي هيتعدلوا معانا دول يا باشمهندس اخدوهم بقى بالايه ب خلاها بوند اهو عشان تبقى عارف حضرتك. والمتر الطولي طبعا ايه بيختلف من كل زون لزون، تمام بيختلف من زون لزون. اما بقيه مش هنعمل اي حاجه، مش هتعدل اي حاجه في اي حاجه خالص في الاكسل لحضرتك. اللي هيتعدل معاك الارقام اللي انا عملتها ديت اللي هي البلو كالر دي اللي هي واخده بوند كمان، هي طبعا احنا في زون واحد متظبطه. نبدا بس نفتح اللي ايه كده فاتحين الفلتر. الفلتر مفتوح. طيب زون واحد متظبطه، هنبدا بقى نشتغل على زون اثنين. احنا قلنا المره اللي فاتت زون اثنين للاسف بقى ايه هنبدا نعملها تاني. المساحه بتاعتها الاي كانت كام؟ المساحة بتاعتها كانت 172,000. كنترول سي المساحة، كنترول سي كنترول في، كنترول سي كنترول في،
و كنترول سي هناخدها بهنا كده، ممكن بقى نعملها للكل بقى، كنترول سي كنترول كنترول في، ونبدأ ايه 172,000. لا ما احنا كنترول زد ونقول له كده ظبطت، عشان بس كل حاجه تبقى مظبوطه. طيب بناء عليها البادجت التوتال كوست اتغيرت، تمام، بدليل انت مثلا لما نيجي نتكلم مثلا على الزون فيز 2 في زون 1 عامله كام؟ عامله 22 مليون. تعال نشوف الثانيه كده عامله كام؟ عامله 26 مليون، تمام. طيب ايه اللي هيتغير تاني؟ ايه اللي هيتغير تاني بقى حضرتك؟ دي طبعا عامله 22 مليون. ايه اللي هيتغير تاني؟ المتر الطولي، لان الشبكه هنا في المتر الطولي مختلف. فهنجيب الكلام دي منين؟ هنجيب الكلام زي ما اتكلمنا في الاول خالص، جبنا الحصر. يعني احنا في زون واحد اهوت، كانت اتنين اهيات، دي كانت عامله كام؟ عامله 2 كيلو 900 الصرف الصحي. تعالوا نعملوها برضو، 2 كيلو 900، 2 متر 90، عامله فين الصرف؟ اهي باست فاليو، وهتاخد دي كنترول سي وهاتها لي كده على الكل كده ايه. وخد بالك بقى ايه، كل حاجه اتغيرت يا باشمهندس. يبقى انت غيرت كده ايه، اذا كل المعدلات هنا اتغيرت. لاحظ ان لما نعمل بيست على طول كل الحاجات اتغيرت. تعال بقى نشوف بقى ايه في الميه، الموضوع بقى يمشي بالطريقه دي، بقى سلس بالطريقه دي. تعال نشوف الميه، كانت 3 كيلو ونص، الميه هنا 3 ونص، ناخد دي كنترول سي، كنترول ناخدها بقى باست فاليو عشان يحتفظ بس، وكده تعدلت البرودكشن بتاعتي. تعالى نخش على الراي ثابت، لاحظ ان الراي ثابت اهو، ايوه الراي ثابت، يبقى مش هنعدل الراي، الراي في كل المشروع ثابت، وبالتالي مش هنعدل الراي خالص. لاحظ ان الراي هنا الراي كله ثابت. طيب طبعا الحصر غير دقيق، يعني انا اكتشفت بعد كده ان الري مش ثابت يعني، ولكن هم كانوا تسهيلا منهم ثبتوا الري، بيختلف حاجات بسيطه ولكن كان الري ايه عموما، يعني الناتج اللي جالنا من المشروع ان الري ثابت. والكهرباء ثابت، تمام، والكابلات والاناره ثابته على فكره. طبعا كان في اختلاف بسيط، مستحيل يعني في الواقع مستحيل، ولكن هو الحصر اللي كان جاي لنا من الموقع في الوقت دي كان بيقول لنا ان الكلام دي ثابت، واكتشفنا بعد كده ان في تغيير بسيط في الحاجات دي، في تغيير يعني مش تغيير بسيط، في تغيير وخلاص. عموما يبقى اذا كده ايه، احنا خلصنا زون 2. طيب هبعت لحضراتكم كده، انا خلصت، هتبعتوا لي بقيه الاكسل كامل بقى. يعني لاحظ ان احنا اللي عملناه هنا ايه يا باشمهندس، عملت زون واحد فيز واحد، وعملت زون واحد فيز اثنين. حضراتكم هتكملوا بقيه زون واحد، وهتعملوا لنا زون اثنين، وهتعملوا لنا زون اثنين وزون ثلاثه وزون اربعه بنفس الطريقه. ويا ريت يكون واحد بقى خلصه كامل ومتاكد ان الشغل مظبوط، يبعته لي عشان نبدا نشتغل على الشغل بتاعه. ما يكونش عنده نسبه خطا يعني، لان انا لو شكيت هضطر اكمل الاكسل بتاعي ونشتغل عليه عشان ما ناخدش داتا مش مظبوط. هيتبقى خطا تاني يا باشمهندسين انوهكم عليه برضو، ان اللي هو ده، ان دي هنظبطوها بقى في اخر اريا بقى، ممكن نشوف اريا مع بعض. يعني احنا مثلا كان العقد، كميه العقد كانت جايه كام؟ المساحه الكليه كانت طالعه 3,858,589، واحنا مطلعينها من الكاد بتاعنا 3,058,206، يعني في زي ما قلت لحضراتكم ايه 332 متر، 382 متر، يعني حته حوالي 30 في 15 او 30 في 12 يعني. دي هنظبطوها مع اخر مساحه عشان يطلع بس البادجت توتال كوست هو البادجت توتال كوست. وبكده احنا خلصنا الباقي كله كوبي وبيست، هتبدا بنفس الطريقه، وكده الاكسل يبقى خلص. ننتقل الحلقه الجايه ان شاء الله هيتبقى معانا الاي دي، ونعمل امبورت للبرمافيرا ونشتغل في البرمافيرا، تمام مهندس احمد؟ ايوه يا باشمهندس. خلاص كده انا نكتفي بهذا القدر النهارده، وهنبعت لحضرتك بكره الاكسل شيت ان شاء الله، يبداوا الناس ايه يكملوا لنا عليه. تمام يا باشمهندس.
ماشي، استاذن بقى من حضرتك، انا النهارده نكتفي بهذا القدر، ويا رب تكون، واسف على الانقطاع اللي حصل، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجاب الشباب. بارك الله في حضرتك يا دكتور، وجزاك الله يا رب عنا كل خير. يا رب يا رب يا رب. يلا استاذنك بقى، تأمرنا بأي حاجه؟ استاذنك دلوقتي. الله يخليك. ماشي، السلام عليكم. سلام السلام عليكم. عليكم.